بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يتجدد لقاءنا مع مراجعات النهائية للصف الثاني عشر متقدم الفصل الدراسي الأول، مع الجزء الأخير من مراجعة هيكل الاختبار إن شاء الله للفصل الدراسي الأول. هذا الجزء يحتوي على تمارين متنوعة مثل الأسئلة البونص الممكن تجيلك في الامتحان، فركز معي من أول الفيديو لنهاية الفيديو وحاول تحل معي أو توقف الفيديو وتحل وتتأكد من حلك بعد إن شاء الله بعد ما تحل أنت. تشوف الفيديو كمل وشوف يا ترى الحل بتاعك صح ولا غلط. أسئلة مهمة جدا، فتابع معنا للنهاية. تعال بقى نشوف المسائل بتاعتنا ونشوف نحلها ازاي. السؤال الأول بيقول لك determine the horizontal assembly of f of x if f of x يساوي كذا. فهنا نخلي بالنا أول ما يسألني عن الهوريزونتال اسيمبلي لاين، فنخلي بالنا معناها مباشرة، معناها بيقول لك أوجد النهاية، find the limit when x approaches to minus infinity or positive infinity. لمين؟ للدالة الموجودة عندي اللي هي 6 x أس سالب 3 زائد 13 على 2 x أس سالب 3 ناقص مين؟ ناقص 1. طبعا النهاية عند اللا نهاية أو السالب لنهاية طبعا ما فيش مشاكل فيها. كل اللي بنعمله إن أنا عندي هنا أسس سالبة، فممكن أعملها كده 6 على x أس موجب 3 زائد مين؟ 13. نفس الكلام المقام 2 على x أس موجب 3 ناقص مين؟ ناقص 1. طبعا أنت أخذت قاعدة أو نظرية مهمة جدا خلي بالنا منها، إن أنا عندي ليميت أي مقدار ثابت على x أس t عندما x تقترب من اللانهاية أو السالب لانهاية، إذا قيمتها مباشرة بكام؟ بصفر. ولكن نخلي بالنا إن الأس يكون أس موجب، وبالتالي هذا الجزء قيمته بصفر وهذا الجزء قيمته بصفر، يبقى إذا الناتج عبارة عن كام؟ 13 على سالب 1 يساوي سالب مين؟ 13. وأوعى تنسى الإشارة السالب، لأن سالب 13 لو نسيت السالب هتبقى موجب 13 موجود عندك في الاختيارات هتبقى، فنخلي بالنا. ولكن نخلي بالنا هنا، أنا عندي هنا هوريزونتال أسيمبلي، فكتب لي هنا إكس يساوي سالب 13 وواي يساوي سالب 13، يا ترى الهوريزونتال معادلته إيه؟ دايما الهوريزونتال يا شباب معادلته دايما واي إيكوال، يبقى y equal mean negative 13، وبالتالي الإجابة الصح اليمين السي. يبقى إذا الهوريزونتال أو الهوريزونتال أسيمبت أو الخط التقارب الأفقي دائما معادلته y تساوي، لأن أنتم عارفين الخط التقارب الأفقي يعني منها مستقيم أفقي بهذا الشكل، إذا تقاطع مع محور y في النقطة مثلا y1، فنخلي بالنا من هذه الطريقة. يبقى إذا y تساوي سالب كام؟ تساوي سالب 13. نيجي نشوف سؤال ثاني ونشوف نتعامل معه إزاي. طبعا الجزء اللي فات حليت السؤال على هذا النمط، فنخلي بالنا منه، وده من الأسئلة المهمة جدا. فهنا بيقول إذا كان أنا عايز قيمة الـ A، بيقول لي أوجد قيمة الـ A والـ B بحيث إن تكون الدالة متصلة، تكون الدالة متصلة everywhere، يعني متصلة على جميع قيم أو الأعداد الحقيقية من سالب لنهاية لموجب لنهاية. فهنا لما يجي لي سؤال زي كده عيني فقط على مين؟ على الفاصل ما بين مثلا القاعدة الأولى والقاعدة الثانية، الفاصل ما بين القاعدة الثانية والثالثة. طيب طالما هو عايز يكون متصلة يبقى لابد ان ليميت اليمين عند السالب، انا عندي سالب 2 وعندنا مين؟ عندنا 3، لابد ان يكون الليميت عند سالب 2 تساوي قيمة الدالة عند سالب 2. ويعني ايه ليميت تساوي عند سالب 2 ان يكون قيمة الدالة؟ يبقى هذا ايضا ليميت الناحية اليمين من سالب 2 تساوي الليميت من الناحية اليسار لسالب 2، نفس الكلام اليمين للثلاث. فتعال نبدأ نشوفهم مع بعض ونحلها ازاي. يبقى اقول هذا ليميت الاكس تقترب من الاثنين من السالب 2 من ناحية اليسار، يبقى ناخد اليسار بقول سالب 2 من ناحية اليسار. طب سالب 2 من ناحية اليسار اللي فيه علامة أقل من، يبقى دي سالب 2 من ناحية مين؟ اليسار. يبقى إذا أقول كده 3 2 إكس تربيع زائد 3 لازم تساوي مين؟ تساوي ليميت الإكس تقترب من السالب 2 من ناحية اليمين، الناحية اليمين طبعا يبقى عبارة عن مين؟ إيه إكس زائد مين زائد بي. هنعوض تعويض مباشر، وبالتالي يبقى عندنا 2 ضرب سالب 2 تربيع زائد 3 تساوي الـ A مضروبة في سالب 2 زائد مين زائد الـ B. من هنا نقدر نقول إن أنا عندي سالب 2 A وهنا عبارة عن مين؟ الـ B تساوي طبعا سالب 2 تربيع 4، 4 ضرب 2 8، 8 زائد 3 يعطيني كام؟ 11. وهذه هنا كده حصلت معادلة ما بين الـ A والـ A والـ B. طب تعال نشوف الجزء الثاني عند عند مين؟ عند الثلاث، نبحث الاتصال عند الثلاث، وبالتالي أيضا نفس الكلام أقول له ليميت الإكس تقترب من الثلاث من الناحية اليسار واللي هي فيها طبعا اللي فيها علامة أقل، هنا إكس أقل من ثلاثة وهي دي عبارة اللي أنا محتاجها، يبقى إيه إكس زائد بي تساوي ليميت إكس تقترب أو أبروتش تو مين إلى 3 فروم رايت إيه سايد لمين؟ يبقى سالب 6 زائد الجذر التربيع الإكس زائد مين؟ 1. هنبدأ نعمل عملية تعويض مباشر، هنعوض عن x بثلاث يبقى عندنا ثلاثة a
زائد البي تساوي سالب 6 زائد أو ناقص جذر التربيع 3 زائد مين؟ 1. وبالتالي احنا عندنا 3 زائد 1 يساوي 4، جذر 2 يبقى سالب 6 زائد 2 يساوي كام؟ سالب 4. وبالتالي المعادلة الثانية أصبحت 3 ايه؟ زائد البي تساوي كام؟ سالب 4. طبعا عندك معادلتين، ممكن تحل المعادلتين ديت يدوي عادي، مش مشاكل بالخطوات او بالاله الحاسبه. بنضغط على منيو وناخد نضغط على المفتاح اللي هو اسفل مفتاح الكسور، ثم هختار كلمه سيميوليشن ايكويشن رقم 1 واقول له نمبر اوف انونز، عندي متغيرين اللي هم 2 وبالتالي عندي اكس وواي. فخلي بالك ان عندك الاكس هي تبع هنقول عليها مثلا الاي، والواي بدل مين؟ بدل البي. فمعامل الاكس عندنا سالب 2، معامل الواي اللي ب1، والحد المطلق كام؟ 11. اروح للمعادله الثانيه عباره عن مين؟ عباره عن الاكس معاملها 3، الواي معاملها 1، وعندنا سالب كام؟ 4. هضغط يساوي احصل الاكس بكام؟ نيجاتيف 3، ولكن الاكس هي عباره عن مين؟ الاي، يبقى الاي عباره عن سالب 3. اضغط مره تاني علامه يساوي احصل الواي بكام؟ ب5، اللي هي قيمه مين؟ قيمه البي، يبقى البي بكام؟ ب5. يبقى انا كده حصلت قيمه الاي وقيمه البي. يبقى حصلنا قيمة الـ A وقيمة الـ B التي تجعل هذه الدالة متصلة على جميع قيم مين؟ جميع قيم X. نشوف سؤال ثاني من الأسئلة الموجودة عندنا، ودي طبعا من الأسئلة المحددة عندك في الهيكل، ولكن مسألة بسيطة جدا ما فيهاش أي مشاكل. خلي بالك بيقول لي أنا عندي F of X يساوي G of X و F H of X. الـ G of X لما يكون عندنا الـ X أقل من A، والـ H أقل من مين؟ ال h of x لما يكون ال x اكبر من a. فبيقول لي انا عندي كمان ال g x وال h x دي عباره عن polynomial، يعني كثيرات حدود، كثيرات حدود. طب كثيرات حدود ايه المطلوب مني؟ فبيقول لي اكسبلين هواي الليمت من الناحيه اليسار لل اف اوف اكس عندما تقترب من الاي من الناحيه اليسار تساوي جي اي. طب ما احنا عندنا لما اقول لك كده، لما اقول ليمت الاكس تقترب من الاي من الناحيه اليسار الاف اكس، يبقى يا ترى اشوف اخذ مين؟ اخذ انهي جزء؟ يبقى اكس تقترب من الاي من الناحيه اليسار، ناحيه اليسار يعني هي علامه اقل. طب اقل معاها مين؟ معاها الجي، يبقى دي معناها جي اوف اكس. طب انت قايل لي ان دي كثيرات حدود، ودايما النهاية لكثيرة الحدود هي عبارة عن تعويض مباشر، وبالتالي حصلنا على المطلوب اللي هو قال عليه. طبعا نفس الكلام، انا مطلوب مني ليميت اكس تقترب من الاي من الناحية اليمين ليه اوف اف اكس. طب الناحية اليمين هي عبارة عن مين؟ اللي فيها اكس اكبر من اي، يبقى اذا دي عبارة عن ليميت الاكس ابروشز تو اي فروم رايت سايد لمين؟ اتش اوف اكس. وطالما عندي هنا ال h of x لكثير الحدود، يبقى اذا التعويض المباشر هو حل النهايه الخاصه بها، يبقى اذا h of a of a وخلص السؤال. فاذا مساله مبنيه على ان انا اكون عارف ان انا كيف اوجد النهايه الخاصه بالداله اللي هي متعرفه باكثر من قاعده، يبقى لازم اوجد نهايه يمين ونهايه يسار. كمان لازم اخلي بالي من ان انا لو عندي داله كثير الحدود فنهايتها عباره عن مين؟ التعويض المباشر لها لقيمه قيمه x بقيمه مثلا x يساوي ايه. فخلي بالنا من هذا السؤال. نيجي لسؤال تاني في غاية الأهمية، بيقول لي إيه؟ إذا كان عندك f of x يساوي كذا، فيا ترى عندنا عايزين ليميت f برايم x ناقص f برايم عند الاثنين و x ناقص 2، الكلام ده يساوي 10، فيا ترى قيمة الـ a بكام؟ فهنا ممكن أحلها بأكثر من طريقة هذا السؤال. فأولا الطريقة المعتادة للناس كلها بتحل بها إن أنا عندي f برايم x، طب تعال نجيب f برايم x، يبقى هتبقى عندنا 2 ax. طب f برايم عند مين؟ عند الاثنين، يبقى يساوي كام؟ يبقى عندنا 2 a، هضرب اضعوض عن x ب 2 يعني معناها قيمتها 4 مين؟ 4 a. تعال نعوض كده، يبقى اذا عندنا ليميت ال f برايم x عباره عن 2 a x ناقص ال f برايم عند الاثنين عباره عن 4 a على مين عندنا؟ على x ناقص 2، هنا x تقترب من مين؟ من 2. ايه الكلام ده؟ هو كاتب لي انه يساوي كام؟ 10. طب تعالى نختصر كده البسط ونشوف هيحصل ايه معانا في البسط كده. يبقى هناخد مثلا عامل مشترك في البسط، فبالتالي هقوله كده ليميت اكس تقترب من 2. تعالى ناخد مثلا الايه الاثنين ايه عامل مشترك من البسط، هيظل عندنا مين؟ يظل عندنا اكس ناقص كام؟ 2، لان 2 ايه على 2 ايه هو 1 يظل اكس، 4 ايه على 2 ايه يساوي كام؟ 2، على المقام اكس ناقص 2 الكلام ده بيساوي كام؟ 10. طبعا انت ملاحظ ان اقدر اكنسل اكس ناقص 2 مع اكس ناقص 2، وبالتالي احصل على 2 a، يبقى نهايه ال 2 a عندما اكس تقترب من a يساوي 2 a، تساوي كام؟ 10. وبالتالي قيمه ال a تساوي كام؟ تساوي 5، والمساله كده خلص. هذا بالنسبه مين لطريقه، ولكن ممكن احلها بطريقه ثانيه. نخلي بالنا ان احنا عندنا من الحاجات الموجوده عندنا القاعده اللي هقول لك عليها دلوقتي، ان انا عندي اساسا f برايم x هي عباره عن مين؟ او نقدر نقول عليها f برايم مثلا عند مين؟ عند ال a، f برايم عند ال a.
طيب فإذا اف برايم عند الاي، تعال نشوف نكتبها قاعدة بسيطة. عند الاف برايم عند اي هي عبارة عن مين؟ اللي هي ليميت، وخلي بالنا دي الصيغة الثانية الموجودة عندنا في الكتاب. يبقى عندنا اف اوف اكس ناقص اف اثنين اف اي سوري على مين؟ على اكس ناقص اي. فهذه الصيغة الثانية لصيغة المشتقة. وبالتالي أنا لو اشتقت البسط واشتقت المقام، أنا مثلا أحط يعني الـ f of x لما عوضنا بها هنا أعطتني مشتقة أولى. فإذا لما أكون أنا معوض بالـ f برايم، f برايم x ناقص f برايم عند الـ a على x ناقص الـ a للليمت، يبقى إذا في هذه الحالة تتحول إلى مين؟ المشتقة الثانية لمين؟ للدال. طب تعال نجرب الكلام ده. يبقى انا المفروض ان انا عندي هنا الكلام ده بيقول لي ان المشتقه الثانيه للدال هي 17. طب ما تيجي نجيب المشتقه الثانيه كده. يبقى عندنا المشتقه الاولى للداله هي عباره عن 2 اي اكس. طب المشتقه الثانيه عباره عن مين؟ المشتقه الثانيه عباره عن 2 اي. طب هذه هي المشتقه الثانيه اللي احنا قلنا عليها. يبقى اذا هذه القيمه هي عباره عن المشتقه الثانيه، قيمتها بتساوي كام؟ قيمتها بتساوي كام؟ بتساوي 10. وبالتالي اقدر اقول له كده بكل بساطه ان انا عندي 2 a تساوي 10، وبالتالي ال a تساوي كام؟ 5. ودي الحل الثاني، فدي حل صح والحل الثاني صحيح 100%. فما فيش مشاكل، انت بس شوف انت حاول تتعامل مع طريقه تكون مناسبه ليك وتفهمها بسرعه وما تغلط فيها. فنخلي بالنا من هذه المساله. تعال نشوف سؤال ثاني ونشوف نتعامل معاه كيف. هنا بيقول لي ايه؟ اذا كانت اف 2 بيساوي مثلا 25، عندنا اف برايم عند الاثنين المشتقه عند الاثنين بيساوي 5، فبيقول لي هات لي مشتقه هذه الجزئيه. طب ده جذر تربيعي، هو عايز مشتقه جذر تربيعي. لو انت حافظ القاعده بتاعت الجذر التربيعي هتريح نفسك. وبالتالي عندنا لما يقول لي دي باي دي اكس للجذر التربيعي اف اكس عباره عن مين؟ احنا خلاص حفظناها ان دي عبارة عن 2 الجذر في المقام مضروب في مشتقة الدالة لداخل الجذر. يبقى مثلا خلصت. طب اقول له كده ات اكس تساوي 2، يا ترى قيمة المشتقة عبارة عن مين؟ عبارة عن اف برايم على عند الاثنين 2 الجذر التربيعي اف اف 2. يبقى هي عملية تعويض. اف برايم عند الاثنين معروف انها خسارة بخمسة، اعطاني في السؤال اف 2 اعطاني ب 25، وب 2 جذر 5 وكام؟ و20. وبالتالي البسط سالب 5 المقام هيبقى ب 10، يعني النتيجه كام؟ سالب نص. وبالتالي الاجابه الصح لمين؟ رقم سي. فزي ما انت شايفين انت طبق القاعده وعوضه تمام التمام، ما فيش اي مشكله معاه. اهم حاجه تكون عارف القاعده اللي انت هتطبقها، عارف الطريقه او الخطوات اللي انت تستخدمها في حل السؤال. شوف السؤال اللي بعد كده، سؤال بسيط جدا ولكن من الاسئله المهمه في الامتحانات فنخلي بالنا منها. فبيقول انا عندي اف اوف اكس يساوي اي اس جذر اكس تربيع زائد 5، فبيقول لي هات لي اف برايم، يبقى عايز مشتقه. طب احنا قلنا انا ناخد نخلي بالنا منها مشتقه الداله الاسيه، قلنا مشتقه الداله الاسيه بنفس الداله الاسيه نخلي بالنا المفروض في لن الاساس، طبعا لن الاساس معروف انها بواحد هنا فيش داعي ان اكتبها اساسا، مضروبه في مشتقه الاس. طب المشتقه الاس دي عباره عن جذر، مشتقة الجذر التربيعي يبقى 2 الجذر في المقام ثم أضرب في مشتقة هذا المقدار اللي موجود داخل الجذر. فهذه هنا نقدر نعملها، نعمل عملية تبسيط هنا أكنسل 2 على 2، وإحنا عارفين إن الإي بكام؟ بواحد. وبالتالي النتيجة النهائية تبقى كام؟ هتبقى عندنا إكس إي أس جذر إكس تربيع زائد 5 على الجذر التربيعي لإكس تربيع زائد مين؟ 5. وكده خلصت السؤال. يبقى اذا الاجابه الصح اللي عندنا مين؟ اللي هي الاجابه الاخيره اكس اي اس جذر على الجذر، وبالتالي هي دي الاجابه الصحيحه. فمهما يكون شكل الناس اللي عندي، انا اهم حاجه اكون عارف طريقه تطبيق القاعده الخاصه بالمشتقه، سواء مشتقه اسيه، مشتقه لوغاريتميه، مشتقه داله اسيه، ايا كان شكلها يبقى نقدر نعرفها. يبقى خلي بالكم من الداله الاسيه، مشتقه الداله الاسيه عباره عن مين؟ عباره عن الداله الاسيه نفسها مضروبه في ln الاساس مضروبه في مشتقه الاس، مشتقه مين؟ الاس. فنخلي بالنا من الطريقه اللي بنتعامل معها في هذه النوعيه من الاسئله. سؤال اخر تاني من الاسئله اللي نخلي بالنا منها، لانه زي ما انتم شايفين عارفين ان في البونص في الاسئله العاديه ال 20 سؤال هو ما جاب اي سؤال على موضوع القسمه، لان انا استخدم كوشنت رول. فهذا سؤال على الكوشنت رول، فتعال نشوف نعملها ازاي. فهنا بيقول هات لي اف برايم، عشان اقدر اجيب اف برايم وعندي بسط مقام، يبقى تعال نشوف نستخدم مين؟ الكوشنت رول او قاعده مين؟ القسم. نخلي بالنا في قاعده القسمه دائما مباشره اول حاجه اعمل المقام اس 2. يبقى اذا قاعده القسمه اللي هي الكوشنت رول اول شيء مربع المقام، ثم اوجد مشتقه البسط، مشتقه البسط داله اسيه بنفس الداله الاسيه،
مضروب في اشتقت الاس اللي هو الاكس مشتقة بواحد، مضروب في المقام اللي هي اكس زائد مين واحد ناقص البسط كما هو مضروب في مشتقة المقام اللي هي كام واحد. وبالتالي اقول له كده الكلام ده يساوي، فك الاقواس يبقى عندنا اكس اي اس اكس زائد اي اس اكس ناقص اي اس اكس على المقام اكس زائد مين واحد تربيع. فانت تلاحظ ان انا عندي اكنسل اي اس اكس مع اي اس اكس، يبقى اذا ظل البسط عبارة عن مين؟ ظل البسط عندنا اكس اي اس اكس على اكس زائد واحد اس كام اس اتنين، ونخلي بالنا فاذا الاجابة الصحيحة مين؟ اللي هي الاجابة بي. فزي ما انتم شايفين اهم حاجة اطبق القاعدة صح، قاعدة القسمة بتقول لي ايه؟ ان انا مربع المقام ثم البسط موجود اكتبها في البسط، مشتقة البسط في المقام ناقص المقام البسط في مشتقة مين؟ المقام، وتبقى السؤال خلص. المسألة زي كده تاني نفس الكلام يا شباب هنا على الدالة اللوغاريتمية، فكيف اشتق الدالة اللوغاريتمية؟ هنا نخلي بالنا في الدالة اللوغاريتمية لو قدرت تستخدم الخواص بتاعت اللوغاريتمات استخدمها عشان تسهل على نفسك الحل. فمثلا انا عندي لما يكون عندي لين اكس على واي هي عبارة عن مين؟ هي عبارة عن لين الاكس ناقص لين الواي، فدي قاعدة من القواعد او خاصية من الخواص المهمة لمين؟ للوغاريتمات. طب انا عندي موجود، يبقى اقدر اقوله كده عندنا الواي تساوي، اقدر اقوله لين البسط ناقص لين المقام. والحسن الحظ كمان عندنا هي خاصية مهمة جدا ان لين الاي اس اكس اللي عبارة عن مين؟ هي عبارة عن الاكس، عبارة عن مين؟ عبارة عن الاكس. طب في هذه الحالة يبقى الجزء الأول أيضا يتحول إلى إكس ناقص لين، أوعى تقول لي كمان الجزء الثاني، لا أنا عندي إي أوس إكس ناقص 10، فما ينفعش أتعامل معها أكتر من كده، يبقى إي أوس إكس ناقص 10. أبدأ أعمل اشتقاق بهذا الشكل، يبقى عندنا الواي برايم تساوي مشتقة الإكس هي عبارة عن واحد ناقص مشتقة اللين الدالة اللي مع اللين تكون في المقام، ثم هضرب البسط في مشتقة مين؟ هذا المقدار أو هذه الدالة الموجودة مع مين؟ مع اللين، مشتقة الـ إيه أس إكس بـ إيه أس إكس ومشتقة السالب 10 بصفر. فهذه الشكل غير موجود عندي في المسألة، فبعمل إيه؟ تعال نوحد المقامات، يبقى هوحد المقامات كيف؟ أقول دي مقامها واحد، يبقى إذا أضرب المقامين مع بعض يبقى إيه أس إكس ناقص مين؟ 10. أعمل ضرب تبادلي، يعني هضرب الواحد في هذا المقدار يبقى حصلها إيه أس إكس ناقص 10 ناقص هضرب الواحد في إيه أس إكس في هذا الشكل. يبقى إذا تلاحظ إن أنا أقدر أكنسل إيه أس إكس مع إيه أس إكس، ظل معي مين؟ ظل معنا فقط سالب 10 في البسط على المقام إيه أس إكس ناقص 10، فنخلي بالنا السالب طبعا هنا عشان تبقى واضحة، فأي سالب؟ ادي المساله اللي بتاعتنا اللي الموجود عندي، يبقى اذا الحل الصحيح عندنا مين؟ هذا هو الحل الصحيح. طيب هتلاحظ ان انا عندي ولا واحده شبه، طب ان نخلي بالنا ما هو بيضحكش علينا عشان اشاره، فاذا في هذه الحاله انا عندي هنا اشاره سالب، تعال نضربها في المقام، لو انا ضربت السالب واحد ضربت البسط في سالب واحد وضربت المقام في سالب واحد احصل النتيجه البسط ب 10 وتتحول السالب 10 الى موجب 10 واي اس اكس تتحول بسالب اي اس اكس، وبالتالي الاجابه الصح هي دي. يبقى اذا ممكن يلعب معانا في اشاره زي كده يخلينا اتوه شويه في الحل، لا امشي خطواتي صحيحه وامشي خطوه خطوه وانا متاكد ان انا ماشي خطوات صحيحه، يبقى ان شاء الله هتلاقي الاجابه موجوده عندك في المالتيبل تشويس الموجودين. فسؤال تاني من على اسئله الاشتقاق، فبيقول انا عايز سيكنت تربيع جذر اكس، نخلي بالنا سيكنت تربيع جذر اكس هنا يبقى انا اقول كده واي برايم او نقول عليها دي واي باي دي اكس زي ما هو كاتب لنا، هي عباره عن مين؟ مشتقة السيكنت، خلي بالنا ان انا عندي سيكنت تربيع، فممكن اكتبها كده سيكنت جذر اكس الكل تربيع عشان ما ننسى ان انا هنستخدم التشين رول، يبقى هنزل الاثنين قدام انقص من الاس واحد ثم هضرب في مشتقة ما بداخل القوس، يبقى سيكنت جذر اكس تان جذر اكس، ولكن اوعى تنسى تضرب في مشتقة الزاوية، جذر اكس يبقى مشتقتها واحد على اتنين من الجذر. طب ما انت ملاحظ هنا ان انا عندي سيكنت جذر اكس وهنا سيكنت جذر اكس، يبقى اجمع الاسس، يبقى اذا النتيجه كام؟ اقول له كمان عندنا سيكنت تربيع جذر اكس، مكتوب عندنا كمان تان جذر اكس، هنا نخلي بالنا كمان اقدر اكنسل الاثنين مع الاثنين، يبقى ظل معي في مين في المقام؟ ظل معانا فقط جذر اكس في المقام، وكده المساله خلصت. يبقى اذا الاجابه الصح مين؟ اجابه بي. طبعا عشان احل بالاله الحاسبه يبقى انا عاوزين نوجد مشتقه هذه الداله، ولكن نخلي بالنا المشتقه هنا عند مين؟ هضع قيمه من عندي، وليكن قيمه الاكس انا اضعها باثنين، يبقى انا هضغط على مفتاح الشيفت ومفتاح اللي هو بجوار الاكس احصل رمز مين؟ الاشتقاق.
انا عايز سيكنت، ما عندناش سيكنت يا شباب، فبكتبها واحد على مين؟ على كوساين. واحد على كوساين، يبقى اذا نخلي بالنا كوساين مين؟ جذر اكس. جذر اكس هتحرك يمين بالسهم وسكر القوس، ولكن انا عندي السيكنت تربيع يبقى لازم كوساين تربيع، فنحط التربيع هنا بره القوس زي ما انتم شايفين بهذا الشكل. يبقى اذا لما اقول كوساين افتح قوس الزاويه بقى القوس تربيع، يبقى معناها التربيع على الكوساين نفسه وليست على مين؟ على الجذر. فنخلي بالنا هضغط اروح اتحرك يمين برضه نفس الكلام، هقول انا عايز احسب القيمه دي بكام، عندي الاثنين اضغط يساوي احصل النتيجه 184 177. نحفظها في يا شباب او ندونها على جنب. انا عايز اشوف بقى يا ترى مين الاختيارات اللي عندي هيعطيني نفس القيمه، ولكن خلي بالك انا حاسب على وضع الريديان واعوض بنفس القيمه اللي انا عوضت بيها. طب تعال نشوف كده مع بعض الاختيار الاول، انا عايز سيكنت بس هنا الاختيارات هنعوض تعويض مباشر وليست اشتقاق. يبقى اذا هقول له كده مفتاح الكسور عندنا السيكنت معناها ايه، اقول له مثلا اقول له دي عباره عن واحد على كوساين، كوساين مين؟ جذر اكس. جذر اكس نتحرك يمين وبعد كده نقفل القوس، اتحرك يمين تاني، اذا اتحركنا يمين اروح اعمل عمليه ضرب، التان موجوده طبعا، يبقى تان جذر اكس يبقى سكوير روت اوف اكس. اوعى تنسى تقفل القوس، ولكن اتحرك بالاسهم يمين عشان تطلع بره الجذر، ونخلي بالنا واقول له كام. تعال بقى نشوف المقام عندنا كام، عباره عن الجذر التربيعي للاكس، هضغط كالك وهكتب 2 اللي انا عوضت بيها في الاشتقاق، اقول له يساوي حصلناها كام؟ 28.72. لا هي كانت كام؟ كانت اكبر من كده. طب تعال نشوف الجزء الثاني، انا اضع التربيع فقط على يمين، الفرق اللي بينهم ايه؟ التربيع. يبقى التربيع نحطها فين هنا؟ على القوس بتاع الكوساين جذر اكس تربيع. هنضغط على كالك ايضا واقول له اكتب 2 يساوي حصلناها 184.77، نفس القيمه اللي انا حصلتها بالاشتقاق مباشره من المساله الاولى. فهذه طريقة الآلة الحاسبة ممكن تحل بها عادي، بس زي ما أنت شايف ممكن أثناء الكتابة الآلة الحاسبة تخطأ وبالتالي ضاع منك السؤال. فنخلي بالنا اثناء الكتابه بالاله الحاسبه لابد من التركيز عشان ما يحصل خطا عندنا، ولذلك نخلي بالنا انت لو اشتقيت هنا هتلاقي نفسك اسرع من الاله الحاسبه. تعال بقى نشوف السؤال الثاني اللي خاص باللوغاريتمات، نخلي بالنا من اللوغاريتمات وقلنا الخواص الخاص بمين؟ باللوغاريتمات. انا عندي هنا مثلا حاصل ضرب دالتين الاكس والجذر، فانت خدت خاصيه من الخواص المهمه ان اكس ضرب الواي، اقدر اعملها بهذا الشكل، اقول لان الاكس زائد مين؟ لان الواي، وبهذا الجزئيه اقدر اسهل المساله على نفسي او اخلي المساله تبقى ابسط، وبالتالي اقدر اقول كده الواي تساوي عباره عن لن الداله الاولى زائد لن الداله الثانيه اكس تربيع زائد مين؟ واحد. وكمان انت خدت لن الاكس اس ان تساوي كام؟ ان لن الاكس. طب ما هنا تقول لي ما فيش اس يا استاذ، لا هنا في جذر اكس، الجذر التربيع معناها اس نص، يبقى اقدر اكتبها بهذا الشكل، اقول واحد واي تساوي لن الاكس زائد اس نص، يبقى ينزل قدام هنا نص، ويبقى عندنا لن اكس تربيع زائد مين؟ زائد واحد. كده انا حاولت بقدر المستطاع اخفف شكل السؤال عشان احله بسهوله، وبالتالي الواي تساوي كام واي برايم او دي واي باي دي اكس هي عباره عن كام؟ طبعا مشتقه اللن الاولى هي عباره عن واحد على اكس زائد واحد على اثنين. مشتقة اللن عبارة عن مين؟ الدالة تكون موجودة في المقام ثم أشتق البسط، أشتق هذه الدالة وأكتبها في البسط، ولكن لحسن الحظ أقدر أكنسل الاثنين مع الاثنين. أصبحت المسألة عندنا عبارة عن مين؟ واحد على إكس زائد إكس على إكس تربيع زائد مين؟ واحد، مش موجود عندي. وحد المقامات، طب وحد المقامات كيف؟ بطريقة بسيطة، أضرب المقامين مع بعض، يبقى إذا المقام الأول هضربه في المقام الثاني. ثم ابدا من اليسار اعمل ضرب تبادلي، يبقى واحد اضربها في اكس تربيع، يدي واحد اكس تربيع، واحد ضرب واحد بواحد، بعد كده زائد هضرب الاكس مع الاكس احصلها اكس تربيع، يبقى اذا النتيجه كام؟ اكس تربيع مع اكس تربيع يحصلها 2 اكس تربيع زائد واحد على المقام واحد اكس في اكس تربيع زائد مين؟ واحد. وشوف هل هي موجوده بنفس الصيغه ولا لا؟ هتلاقيها موجوده عندك رقم مين؟ رقم سي. فزي ما انت شايف انت لو حبيت تحل المساله بهذا الشكل زي ما هو كان الاول اكس لين اكس ضرب جذر اكس، جربها كده، هتضطر تعمل ايه؟ هتقول واحد على اكس جذر اكس، ثم هيبقى عندك حاصل ضرب دالتين، يبقى لازم اشتق دالتين فيهم جذر كمان، فهتلاقي المساله اصعب بكتير من هذه الطريقه. فنخلي بالنا من هذه الطريقة يا شباب عشان ما نتعب في الامتحان. يبقى إذا الدالة اللي عندك موجود فيها لين
يبقى لابد من استخدام خواص اللوغاريتمات افضل في البدايه، عشان بعد كده ابدا اشتق عشان اسهل على نفسي السؤال. السؤال اللي بعد كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا عندي اف اوف اكس يساوي كذا، هات لي اف دبل برايم اكس، يبقى عايز المشتقه الثانيه. فاذا المشتقه الثانيه سهله وبسيطه، اهم حاجه افهم او اشوف الطريقه المناسبه للحل. فانا عندي مثلا هنا السؤال بيقول لي 3 اكس سكوير او 3 اكس سكوير تايمز اي تو ذا باور اكس، يبقى عندنا الداله الاولى هي 3 اكس سكوير، والداله الثانيه اللي هي عباره عن اي اس اكس، يبقى اذا هستخدم البرودكت رول او هستخدم قاعده مين الضرب، وبالتالي اقول له اف برايم، يبقى انا هنا هنوجد المشتقه الاولى، هنقول له اف برايم يساوي مشتقه الداله الاولى اللي هي 6 اكس مضروبه في الداله الثانيه اي اس اكس، زائد الدالة الأولى 3 اكس تربيع مضروب في مشتقة الدالة الأسية اللي هي اي اس اكس، تظل زي ما هي اي اس اكس. احنا كده حصلنا المشتقة الأولى. طب أنا ممكن أجمع وأبسط الأمور شوية؟ أه ممكن، أو تخليها زي ما هي وتحل عادي. يبقى إذا في هذه الحالة يبقى أقدر أقول لك الإف برايم اكس، إف دبل برايم اكس يساوي مشتقة الدالة الأولى 6 مضروب في الدالة الثانية، زائد الأول اللي هو 6 اكس مضروب في الدالة الثانية. خلاص خلصنا من الجزء الأول. الجزء الثاني مشتقة الدالة الأولى 6x مضروب في الدالة الثانية، زائد الدالة الأولى 3x تربيع مضروبة في مشتقة الـ EOS X بـ EOS X. طيب هعمل إيه بعد كده؟ خد الـ EOS X عامل مشترك، يبقى أنا آخد الـ EOS X عامل مشترك بهذا الشكل. ألاحظ إن أنا عندي هنا إيه؟ عندنا الستة زي ما هي، يبقى 6 اي اس. طب انا عندي 6 اكس هنا وادي 6 اكس ثانيه، يبقى عندنا كام؟ موجب 12 اكس زائد كام؟ 3 اكس تربيع. هل موجود عندي الكلام ده؟ تلاحظ ايه عندي؟ ان انا عندي رقم دي شبيهه بيها. طب هي عباره عن مين؟ اما اضرب الثلاثه هنا يبقى تعطيك 3 اكس تربيع، وهنا تعطيني 12 اكس، وهنا تعطيني كام؟ 6 موجوده. او اخد الثلاثه عامل مشترك احصل 2 زائد 4 اكس زائد اكس تربيع مضروبه في اي اس اكس، وبالتالي الاجابه الصح هي مين؟ الدي. هذه بالنسبه لمين؟ بالنسبه لنوعيه اخرى من المسائل لما يطلب مني مشتقات عليا. مشتقات عليا ممكن يطلب مني مشتقات ثانيه، المشتقات الثالثه، مشتقه حتى 70 مش مشكله. زي ما اخذنا الحصه الماضيه كنا طالبين منك المشتقه رقم 2000 2002 وكام؟ و20. شوف سؤال ثاني ونشوف نتعامل معاه ازاي. هنا نخلي بالنا من هذا السؤال عبارة عن مين؟ بيقول لي أنا referring to the graph on the right، الجراف الموجود عندي. Find the value of A، أنا عايز قيمة الـ A. such that خلي بالك أن يكون عندنا هنا limit موجودة، limit عند للدالة عند X تساوي A تكون موجودة، يبقى أنا عايز هنا limit تكون exist. وفي نفس الوقت الـ G of X مالها is not continuous. يبقى في هذه الحالة الأول أحدد نقاط عدم الاتصال. فأنا عندي نقاط عدم الاتصال هنا، أدي واحدة اثنين ثلاث، هذه نقاط عدم الاتصال. يبقى إذا نقدر نقول x عند x يساوي صفر، ده عبارة عن إيه؟ جمب. طيب وعندنا x تساوي واحد، عندنا إيه؟ عندنا هول. وعندنا x تساوي أربعة، أيضا عندنا مين؟ عندنا هول. يبقى جمب يعني قفزة، هول يعني فجوة، والتانية فجوة. فنخلي بالنا طالما فجوة، طالما عندنا جنب، يبقى لابد ان نكون عارفين ان الليمت اكس تقترب من الاي للجي اوف اكس، دي عبارة عن ايه؟ نوت داز نوت اكزيست، داز نوت اكزيست يعني ايه؟ غير موجودة. يبقى اذا الشرط الاول هو كان غير محقق، يبقى دي ما تنفعش. طب الهول، دائما الهول طالما عندي هول يبقى اذا الليمت اكزيست، يبقى ليمت جي اوف اكس عندما x تقترب من الـ a او الواحد والاربعة، يبقى اذا اقولها بصفة عامة ان دي عبارة عن مين؟ exist. يبقى اذا تحقق الشرطين، يبقى قيمة الـ x يساوي واحد، الدالة غير متصلة، وفي نفس الوقت النهاية موجودة. الـ x يساوي اربعة، الدالة عندها غير متصلة ولكن عندها النهاية موجودة، وبالتالي الاجابة الصح هي مين؟ رقم D. فنخلي بالنا من هذه الانواع من الاسئلة. شوف السؤال اللي بعده كده ونشوف نتعامل معاه ازاي. رجعنا مره ثانيه لتقدير طول القوس يا شباب، لان في ناس زمايلكم سالوا عليها على القناه. فنخلي بالنا مثال بسيط اهو قدامنا. فانا عايز مثلا استيميت ذا لينجث اوف ذا كيرف واي اون ذا انترفل. فانا عايز الانترفل بتاعتنا من كام لكام؟ من 0 ل 3، ولكن عايزها اربع قطع مستقيمه. فعشان اقدر اجيب انا يا ترى الدلتا اكس بكام بتاعتي، اللي انا كل مره ازيد كام عشان اشوف القطع المستقيمه اللي عندي، كل اللي بيعمله نهايه الفتره ناقص بداية الفترة على عدد القطع المستقيمة اللي أنا عايزها، يبقى إذا دي هتبقى كام؟ 3 على 4.
ثلاثة على أربعة يعني ممكن نقول عليها 0.5 وكام و70. يبقى هبدأ مثلا هنا بالصفر، أزيد بعد كده 0.75 أحصلها 0.75، هنزيد عليها 0.75 تاني يبقى 1.5، بعد كده 2.25، بعد كده عندنا يبقى عندنا مين؟ الثلاث. يبقى أنا كده كام قطعة مستقيمة هنا لو لاحظتوا؟ إن أنا عندي أدي أول قطعة مستقيمة، وبعد كده القطعة الثانية، بعد كده عندنا القطعة الثالثة، وأخيرا القطعة مين؟ الرابعة. يبقى أنا كده عملت 4 قطع مستقيمة بهذه الطريقة. طيب أعمل إيه بقى؟ عايزين نوجد النقاط بقى. خلي بالكم بطريقة كتابة النقاط عشان نكتبها بسرعة. أولا أنا هبدأ هنا بالصفر، وهذا يبقى إذا صفر، يبقى إذا أنا هنكتب قيم إكس الأول. طب هنا قيمة الإكس بكام هتبقى؟ عندنا النقطة التانية هتبقى مثلا 0.75، يبقى ده قيمة. بعد كده القيمة اللي أنا كتبتها الإكس هكتبها مرة تانية هنا 0.75، وبعد كده نكتب القيمة اللي بعدها 1.5. الواحد ونص هنكتب بعدها مين؟ 2.25. نكتب 2.25 تاني ونكتب هنا مين؟ الثلاث. أنا يلزمني بقى قيم مين؟ قيم الدالة نفسها. فقيم الدالة دي ممكن أحلها أوجدها باستخدام الآلة الحاسبة عن طريق التيبل. يبقى هضغط منيو وهضغط على رقم 9 وأقول له إن أنا عندي جذر التربيعي لإكس زائد إكس زائد مين؟ زائد 1. أقول له مثلا يساوي هيقول لي انت هتبدا من كام؟ نخلي بالنا انا الفتره بتاعتي بدأ من الصفر، يبقى هقول له صفر تنتهي عند مين؟ عند الثلاث. طب يا ترى الستيب اللي هي دلتا اكس اللي احنا جبناها كل مره احنا بنزيد كام؟ 75% 0.75، واقول له يساوي حصلت الجدول. يبقى اذا كل اللي هعمله اكتب الجدول بقى. الصفر كان معها مين؟ اقول له 1. طيب بعد كده عندنا ال 75% كان 1 3 2 2 8 1 بوينت 3 2 2. هذا الرقم اكتبه مرة تانية في النقطة اللي بعديه. طيب تعال نشوف الواحد ونص. الواحد ونص كانت كام؟ 1.58. 1.5811. 1.5811. نروح نشوف بقى الاثنين وربع. الاثنين وربع كانت كام؟ 1.8527. يبقى 1.87 وكام وعشرين؟ 1.8727. عند الثلاثة هنحصلها بكام؟ باثنين. طب ايه اللي هعمل دلوقتي؟ نوجد بقى باستخدام القاعده الخاصه بالديستنس فورمولا. يبقى اذا اقول الجذر التربيعي بهذا الشكل ونطرح، يبقى اقول كده 1.3228 ناقص الواي اللي انا كتبت الواي الاول ما فيش مشاكل، وبالتالي اقول له ناقص 1 تربيع زائد الاكس اللي هي 0.75 ناقص 0 تربيع، وبالاله الحاسبه هشوف قيمتها كام. نفس الكلام اللي بعدها، يبقى اقول له كده مثلا الاكس الاول نكتبها الان ما فيش مشاكل 1.5 ناقص 0.575 تربيع، بعد كده عندنا زائد قيمة الواي ل 1.5811 ناقص 1.3228 تربيع بالآلة الحاسبة، ونشوف نحسبها بكام. وهكذا بالنسبة لمين؟ لباقي الأجزاء. في الآخر خالص بتجمع هذه الأجزاء، يبقى هو طول القوس اللي هو طالبه منك في السؤال. هذه الطريقة اللي بنحل بيها هذه النوعية من الأسئلة، خلي بالك. طيب هعيدها مرة تاني في سؤال آخر. نعيدها مرة تاني في سؤال آخر. زي ما انتم شايفين أنا عايز 1 على إكس. طب أنا عايزها من كام لكام؟ من 1 لـ5. خلاص أدي عندنا مثلا قيمة الإكس بـ1. طب يا ترى أنا كل مرة هزيد كام؟ يبقى قلنا 5 ناقص 1 على عدد اللاينز اللي هي 4، يبقى حصلها 1. يبقى كل مرة هزيد 1، يبقى 1 2 3 4 5. طب هل أنا كده عملت فعلا 5 قطع مستقيمة؟ 4 قطع مستقيمة، أدي واحدة القطعة الثانية، بعد كده عندنا القطعة الثالثة، وأخيرا القطعة مين؟ الرابعة، اللي هي المفروض تكون عندنا 4 قطع مستقيمة. يبقى إذا هعمل إيه؟ هكتب القيم إكس. أنا قيمة الإكس هبدأ هنا بـ1، هنا تبقى كام؟ 2، الـ2 أكررها مرة تانية، يبقى كده 3، الـ3 أكررها مرة تانية، كده 4، 4 أكررها مرة تانية، في الآخر مين عندنا؟ الـ5، آخر حاجة وصلت لها النهاية. أوجد بقى القيم بتاعتي. فإحنا هنا ممكن حتى من غير آلة حاسبة ممكن نوجدها. فلو عوضت بـ1 تطلع بـ1. لو عوضنا باثنين تبقى بنص، يبقى هكتبها نص. طب لو عوضت بـ3 يبقى 1 على 3، يبقى هكتبها مرتين. عوضنا بـ4 يبقى 1 على 4، 1 على 4. لو عوضنا بـ5 يبقى 1 على كام؟ 5. يبقى ابدا استخدم قاعده المسافه بالنقطتين. يبقى عندنا 2 ناقص 1 تربيع زائد نص ناقص 1 تربيع، وبالاله الحاسبه بخلص. طب الجزء اللي بعده عندنا 3 ناقص 2 تربيع زائد 1 على 3 ناقص نص تربيع، وبالآلة الحاسبة خلص. الجزء اللي بعده نفس الكلام، 4 ناقص 3 تربيع زائد 1 على 4
ناقص 1 على 3 تربيع يساوي أخيرا هتبقى 5 ناقص 4 أس 2 زائد 1 على 5 ناقص 1 على 4 أس كام؟ أس 2. هذه القيم اللي أنت حصلت عليها اجمعها هتحصل مين؟ طول القوس المطلوب منك في السؤال. هذا بالنسبة مين؟ لإيجاد طول القوس، طريقة سهلة وبسيطة، ولكن نركز ونتعلم الآلة الحاسبة بسرعة عشان نقدر ننجز فيها بسرعة وناخذ وقت كثير في الامتحان، فنخلي بالك. جينا مسألة تانية عن الاشتقاق، بيقول لي differentiate h function وبيقول لي f of x يساوي جذر x على x. طبعا طالما عندي بسط مقام يبقى هستخدم الكوشنت رول، وبالتالي f برايم x تساوي، قلنا الكوشنت رول أول شيء مربع المقام. بعد كده نشوف مشتقة البسط، مشتقة البسط عبارة عن جذر تربيعي، يبقى إذا عبارة عن أول 2 1 على 2 الجذر. نخلي بالنا هنا داخل الجذر عبارة عن لين، فنخلي بالنا، يبقى إذا 1 على 2 جذر لين، ثم هشتق ما داخل الجذر، طب مشتقة اللين عبارة عن كام؟ 1 على إكس ناقص، يبقى إذا نخلي بالنا هنا أنا كده جبت مشتقة البسط، هضربها في المقام، يبقى مشتقة البسط مضروبة في مين؟ في المقام، بعد كده عندنا مين؟ علامة ناقص. نقول بعد كده البسط نفسه اللي هو جذر لين الاكس مضروب في مشتقة المقام، مشتقة الاكس بكام؟ مشتقة الاكس بواحد. تعال نعمل عملية تبسيط ونشوف هيحصل ايه معانا في السؤال. يبقى اف برايم اكس يساوي اقدر اكنسل الاكس مع الاكس، يبقى اصبح عندنا 1 على 2 جذر لين الاكس ناقص، هنا هيبقى مين؟ الجذر التربيعي للين الاكس على اكس ايه؟ اكس تربيع. هنا عامل لي مشكلة الجذر الموجود في المقام، يبقى هضرب البسط في 2 جذر لن اكس واضرب المقام في 2 جذر لن الاكس يساوي، لما اضرب الاثنين جذر لن مع الضعف مع الاثنين جذر لن الموجود في المقام احصل كام؟ 1 ناقص. هتبقى عندنا 2، الجذر لما اضربها في الجذر يضيع الجذر، يعني احصل على مين؟ على لن الاكس. على المقام احصل 2 اكس تربيع، الجذر التربيعي لمين؟ للن الاكس، وكده خلصت المساله. اما المساله الثانيه طبعا فهنا كانت مكرره، ولكن احنا هنكتبها بصيغه ثانيه ونحلها كمساله ثانيه يا شباب، نخلي بالنا منها. يعني مثلا نخليها مثلا لن جذر تي على مين؟ على تي. تعال نحلها كده ونشوف نحلها ازاي. يبقى اول شيء عندي انا عندي بسط مقام، يبقى اذا هطبق الكوشنت رول. طالما هطبق الكوشنت رول يبقى اذا لابد من اول شيء نعمله ان انا اضع المقام تربيع، يبقى المقام تربيع. طب مشتقة البسط نخلي بالنا هنا اللين، مشتقة اللين هي مين؟ 1 على الدالة مع اللين مضروب في مشتقة هذه الدالة مع اللين، يبقى 1 على 2 الجذر. بعد كده دي مين؟ دي عبارة عن مين؟ مشتقة البسط بس، لسه هضرب في المقام اللي هو التي. بعد كده عندنا ناقص البسط اللي هو عبارة عن لين جذر تي مضروب في مشتقة المقام اللي هي كام؟ 1. نبدأ نعمل اختصارات، يبقى عندنا اتش برايم اوف تي تساوي، طبعا عندنا هيبقى عندنا هيبقى هذا الشكل 1 على 2 ضرب 1 ب2، جذر تي ضرب جذر تي احصلها تي مضروبة في تي ناقص لين جذر تي على مين؟ على تي تربيع. نختصر تاني، طبعا نقدر نكنسل ايه؟ الاتنين مع بعض. وبالتالي أصبحت النتيجة كام؟ عبارة عن البسط فيه نص ناقص لن جذر تي على تي تربيع. أضرب البسط في 2 وأضرب المقام في 2، أحصل النتيجة كام؟ 1 ناقص 2 لن، يبقى 1 ناقص 2 لن جذر مين؟ جذر تي على مين عندنا؟ على 2 تربيع. هذه بالنسبة مين؟ بالنسبة لهذه المسألة. ولكن نخلي بالنا من المسألة دي ممكن نحلها بطريقة أفضل من كده، ممكن نحلها بطريقة أفضل من كده لو احنا حبينا ان نخفف الموضوع شوية على نفسه. أول ما الاقي هنا جذر تي فممكن أعملها بهذا الشكل يا شباب. يبقى إذا ممكن نقول كده إن اتش اوف تي عبارة عن مين؟ جذر التي ده عبارة عن تي أس نص، يبقى ننزلها قدام، يبقى دي معناها كام؟ معناها نص لن التي على تي، اللي احنا ممكن نكتبها كده لن تي على 2 تي. بعد كده بنبدأ نختصر ونحل المسألة بتاعتنا بالطريقة العادية اللي هي أيضا باستخدام مين الكوشنت رول، وتقدر تحلها عادي في مشاكل، بس أنت كده خلصت من موضوع مين؟ خلصت من موضوع الجذر التربيعي. خلصت من موضوع الجذر التربيعي. يبقى هنا عشان الجذر التربيعي قلنا 1 على الدالة جذر،
في مشتقة الجزر هي عبارة عن مين؟ هي واحدة اثنين الجزر تي مضروب في المقام اللي هو تي ناقص الدالة اللي هو في البسط مضروب في مشتقة مين المقام، وبدأنا نختصر حصلنا ايه الكلام اللي انتم شايفينه معنا في السؤال. طبعا لو انت حليت بهذه الطريقة برضه نفس الكلام هتوصل لنفس النتيجة، بس على فكرة دي أفضل من الطريقة اللي احنا حلينا فيها في البداية. المسألة اللي هي الخاصة بالمشتقة رقم 2022 احنا حليناها بالأمس، ودي حل مرة تانية. هنا عملت تبسيط بطريقة تانية عن الطريقة اللي شرحت في مين في الجزء اللي فات، ولو انت لاحظت في الجزء الماضي في الجزء السادس انا كنت طلعت لكم رسالة كده مشروح فيها هذه الطريقة تانية غير طريقة التعويض او الاختصارات اللي احنا عملناها في الآخر. نيجي لسؤال من أسئلة البونص لأن أنا بعتبرها من الأسئلة المهمة جدا لنخلي بالنا منها. إيه هي؟ هيقول لي عندي الدالة اف اكس تمر بالنقطة 4 و5. أول ما يقول لي تمر بالنقطة 4 و5 دي معناها مباشرة إن قيمة الدالة عند الأربعة قيمتها بكام؟ بخمسة. يبقى ده أول حاجة لازم أستفاد منها. طيب رجع بيقول لي إيه؟ بيقول لي أنا عندي كمان الاف اكس انترسكت ذا اكس اكسس ات 45 ديجري. طب ده المماس عند هذه النقطة يتقاطع مع محور اكس بزاوية 45. طب استفاد منها ايه دي؟ يبقى خلي بالي ان الناس لما يقول لي ان المماس يتقاطع مع محور اكس بزاوية 45 يبقى معناها سلوب اوف ذا تانجنت لاين ايكوال كام؟ اقول له تان 45 درجة. يعني معناها ايه؟ معناها اف برايم عند الاربعة تساوي تان 45 درجة اللي هي قيمتها بواحد. يبقى انا هنا استفدت من هذه الجزئية ان انا حصلت اف برايم عند الاربعة قيمتها بواحد. ما انت لازم تستفاد من كل كلمة اعطاها لك في السؤال. طب هو مطلوب مني ايه؟ مطلوب مني بيقول لي فايند. طب تعال كده نشوف كده، اقول له ليميت 5 ناقص اف اكس على 4x ناقص مين 16 عندما x تقترب من 4. طب ما تيجي نعدل المسألة دي شوية، هنخليها كده ليميت x تقترب من 4. نعدل هذا السؤال، هناخد السالب عامل مشترك، هحصل عندنا f x ناقص 5. خد المقام 4 عامل مشترك، احصل x ناقص مين 4. يبقى كلامنا بيساوي البسط يبقى سالب 1 والمقام 1 4. ليميت x تقترب من 4 اف اكس ناقص، نخلي بالنا احنا عندنا 5 دي قيمتها مين اساسا؟ ده قيمتها اف 4، يبقى اقدر اكتب بدل منها اف 4 على اكس ناقص مين 4. والشاطر بقى يقول لي هنا يا ترى وضحت معاكم الرؤيه ولا لا؟ لسه حل المساله عليها بالظبط من شويه. فنخلي بالنا من هذه الصيغه، هذه الصيغه عباره عن مين؟ صيغه المشتقه عندما اكس تساوي كام؟ تساوي 4. وبالتالي هذه الجزئيه اقدر اقول دي سالب 1 على 4 مشتقه الداله عند مين؟ عند الاربعه. واحنا اوجدنا مشتقه الداله عند الاربعه بكام؟ اوجدناها بواحد. يبقى اذا النتيجه سالب 1 على 4 ضرب 1 يبقى سالب 1 على 4، وبالتالي الحل الصحيح هو مين؟ بي. فاخلي بالي من هذا النوع من الاسئله. هذا نوع من الاسئله، تعال نشوف نوع ثاني من الاسئله ونشوف نتعامل معها ازاي. هنا جايب لي اس تي اللي هي الداله المكانيه، بيقول لي بوزيشن ريبريزنت ذا بوزيشن اوف ان اوبجكت ان متر. طيب كومبيوت اكسلريشن، طالما قال لي اكسلريشن معناها اجيب مشتقه ثانيه. يبقى اذا الاكسلريشن هي عباره عن السكند ديريفيتيف اوف ايه؟ بوزيشن فانكشن. اما لو نخلي بالنا لو اعطيني هو الفيلوسيتي يبقى اوجد المشتقه الاولى للفيلوسيتي، فخلي بالنا من ده. يبقى عندنا اوجد المشتقه الاولى اللي هي اس برايم تي، طبعا دي عباره عن تعطيني السرعه اللي هي الفلوستي، عباره عن مين؟ انزل الاثنين قدام يبقى 2 تي ونقص من 1 ناقص. نخلي بالنا انا عندي 1 على باي تربيع، اوعى يخدعك ده مقدار ثابت ما لناش شغل بيه، فهنكتب 1 على باي تربيع. طيب بعد كده مشتق الكوساين عباره عن مين؟ عباره عن سالب ساين باي تي، ولكن اوعى تنسى ظرف مشتقه الزاويه اللي هي البعد. يبقى اذا في هذه الحاله يا ترى احصل على مين؟ اولا عندنا هنا ممكن اختصر الباي مع الباي تربيع تظل واحده، يبقى عندنا 2 تي، وهنا سالب مع سالب تحول الى موجب، يبقى 1 على باي مضروبه في ساين باي تي. ولكن هذه هي السرعه وليست الاكسلريشن، يبقى لازم اشتق مره ثانيه. يبقى اذا الاكسلريشن هي عباره عن مين؟ المشتقه الثانيه للمسافه او البوزيشن، او هي عباره عن المشتقه الاولى للسرعه. نشتق ال 2 تي مشتقتها 2 زائد 1 على باي
مشتقة الصين هي عبارة عن كوسين يبقى كوسين باي تي مضروبة في مشتقة الزاوية يبقى باي. يبقى نقدر نكنسل الباي هنا مع مين؟ مع الباي. انا عايز هنا مين؟ عايز الاكسلريشن عندما تي تساوي واحد، نعوض يبقى اثنين زائد كوسين باي ضرب واحد يعطيني مين؟ الباي. وطبعا في هذه الحالة نقدر نعرف ان قيمتها بالضبط كام، ممكن الحاسب على السريع، او لو انت حافظ قيمة الباي ما فيش مشاكل، عندنا كوساين باي طبعا هتطبع بسالب كام؟ بسالب واحد. ولكن لو انت مش حافظها ممكن بالآلة الحاسبة، بس وضع الآلة الحاسبة على وضع الريديوم، يبقى 2 زائد كوساين باي يساوي حصلناها بواحد، يبقى اذا النتيجة كلها ايه؟ يبقى عبارة عن 2 زائد سالب واحد، يعني هحصلها بكام؟ هحصلها بواحد، وبالتالي الإجابة الصح الإجابة ايه؟ يبقى هنا الاكسلريشن معناها المشتقة الثانية للمسافة. اما لو نخلي بالنا لو هو عاطيك السرعه يبقى لازم اوجد المشتقه الاولى للسرعه عشان اجيب اوجد مين؟ الاكسلريشن. نيجي للسؤال الثاني من الاسئله اللي خلي بالنا منها ايضا من الاسئله الذكيه وبتكرر كتير في الامتحانات، فبيقول لي which of the following function has a tangent line؟ يا ترى مين الداله اللي لها مماس عند اكس يساوي صفر؟ فتعال نشوف مثلا بالنسبه لرقم A، انا عندي رسمه الجذر عباره عن مين؟ رسمه الجذر بهذا الشكل، هذا هي عبارة عن جذر X. طب عند الصفر هل في هنا ما في نهاية ناحية اليمين أو الدالة غير قابلة للاشتقاق؟ الدالة قابلة للاشتقاق عند الصفر هنا، طبعا هنا الدالة غير قابلة للاشتقاق لأن المشتقة اليمين موجودة ولكن المشتقة اليسار غير موجودة، يبقى إذا هي الإيه غلط. طب بالنسبة للأبسوليوت فاليو، الأبسوليوت فاليو أوف إكس يبقى إذا هذا الشكل الأبسوليوت فاليو أوف إكس. عند الصفر فيها عبارة عن إيه؟ كيوسب، يبقى إذا الدالة غير قابلة للاشتقاق عند الصفر، وبالتالي الرقم بي أيضا غلط. او ممكن تعمل بهذا الشكل، اقول اكس عندما اكس اكبر من الصفر او يساوي، وعندنا سالب اكس لما اكس تكون اقل من مين؟ من الصفر. طب لو انا حبيت اجيب المشتقه، مشتقه الاكس بواحد مشتقه سالب اكس بسالب واحد، هنا عندما اكس تكون اكبر من الصفر وهنا اكس اقل من مين؟ يبقى اذا المشتقه اليمين هل تساوي المشتقه اليسار؟ لا، يبقى اذا لا يوجد مماس عند اكس يساوي صفر لهذه الداله. طب بالنسبه للتان انفيرس، التان انفيرس لو انت حافظ رسمتها بهذا الشكل، عندنا تقترب من بعد 2 فوق وسالب بعد 2 تحت، وهذا الرسم الخاص بمين؟ بالساين انفيرس، بالتان انفيرس. يبقى اذا فعلا ليها مماس، لان لو جبت المشتقه اليمين هتلاقي نفس المشتقه اليسار. طب تعال نتاكد من الاخيره، لو انا حبيت اوجد اشتقاق يبقى اف برايم اكس تساوي مشتقه 2 اكس زائد 3 بقى 2، مشتقه اكس تربيع يساوي كام؟ 2 اكس، عندما اكس اقل من الصفر وهنا اكس اكبر من الصفر. طب لو انا حبيت اوجد المشتقه عند الصفر يبقى الأولى باثنين الثانية بصفر، هل المشتقة اليمين تساوي المشتقة اليسار أو المشتقة اليسار تساوي المشتقة اليمين؟ طبعا لا، يبقى إذا هنا لا يوجد مماس لهذه الدالة عند إكس يساوي كام؟ صفر، لأن الدالة غير قابلة للاشتقاق. مع سؤال آخر موجود عندنا النهاردة من أسئلة البونص اللي بيقول لي FY equal A cosine 3X where A is a constant cosine 3T not equal 0 find A. يبقى أنا عايز لها قيمة مين؟ الـ A بحيث تحقق هذا الشرط. طب تلاحظ ان انا عندي في المسألة او في الشرط اللي هو كاتبه عندي ان انا عندي واي دبل برايم، بتعال نوجد او واي دبل برايم الاول. يبقى عندنا الواي تساوي عبارة عن A كوسايد مين؟ 3 تي. واي برايم هي عبارة عن مين؟ سالب، هتبقى 3 A ساين مين؟ ساين 3 تي. طبعا الكوساين مشتقة بسالب ساين، فهضرب في مشتقة الزاوية تبقى 3، يبقى هذا الناتج النهائي. لما اوجد A واي دبل برايم هي عبارة عن مين؟ يبقى سالب، طبعا 3 تي مشتقاتها ب 3 ايضا، يبقى هتتحول الى 9، 9 A هتبقى عندنا كوساين 3 تي. تعال نعوض كده في الكلام اللي هو كاتبه عندي في السؤال ونشوف هنحصل على ايه. يبقى عندنا واي دبل برايم هي عباره عن سالب 9 A كوساين 3 تي زائد 2 واي، يبقى الواي نفسها اللي فوق، يبقى عندنا 2 مضروبه في A كوساين مين؟ 3 تي. بقى كده ناقص 14 كوساين 3 مين؟ 3 تي تساوي صفر. طبعا هنا سالب 9 ودي موجب 2 يعطيني كام؟ سالب 7 A كوساين 3 تي. أرحل الإشارة المخالفة يبقى 14 كوساين 3 تي. هو عطيني هنا الشرط إن كوساين 3 تي لا تساوي الصفر، فأقدر أقسم عليها. يبقى طالما عندي الشرط عندي كوساين 3 تي لا تساوي صفر، يبقى نقدر نقسم عادي مفيش مشاكل على كوساين 3 تي. يعني هيبقى عندنا سالب 7 A تساوي 14
وبالتالي قيمة الـ A تساوي سالب كام؟ سالب 2، والإجابة الصح اليمين رقم B. طيب نشوف سؤال ثاني ونشوف نتعامل معاه إزاي يا شباب من الأسئلة الموجودة عندنا النهاردة. فبيقول لي إيه؟ إذا كانت عندنا f of x يساوي كذا، x تكعيب جي اكس زائد h تركيب جي اكس. فنخلي بالنا هنا في الجزء الثاني هي عبارة عن تركيب دالتين، الجزء الأول عبارة عن حاصل ضرب دالتين، فنخلي بالنا من هذه الجزئية. طب هو طالب مني إيه؟ بيقول لي هات لي f برايم عند الواحد. يبقى f برايم عند الواحد يبقى لابد من اشتقاق الدالة أولا، يبقى أنا عندي f x أو f برايم x تساوي الجزء الأول حاصل ضرب دالتين، فمشتقة الأول 3x تربيع مضروب في الثاني زائد الأول اللي هو x تكعيب مضروب في مشتقة الجي اللي هي جي برايم. خلصنا من الجزء الأول. الجزء الثاني حاصل عبارة عن حاصل تركيب دالتين، وبالتالي مشتقتها استخدم التشين رول، وبالتالي نعمل ايه في التشين رول؟ قلنا كده ان انا هشتق الدالة الخارجية دون المساس بالدالة الداخلية، ثم هضرب في مشتقة الدالة الداخلية، ابدأ اعوض. هو عايز مين؟ عايز قيمة المشتقة عند اكس يساوي واحد، يبقى اذا هتبقى 3 مضروبة في 1 تربيع جي 1، بقى عندنا زائد هيبقى عندنا 1 اس 3 مضروبة في جي برايم عند اكس بواحد زائد h برايم عند g x بواحد زي كده مضروبة في g برايم عند مين؟ عند الواحد. تعال نعوض بالحياة الموجودة عندنا ونشوف اللي هيحصل معنا. أولا أنا عندي 3، أيوة 1 تربيع بواحد يبقى يعطيني كام؟ 3. طب أنا من هنا محتاج أوجد عندي، هل عندي g واحد؟ هل عندي قيمة الدالة g عند الواحد موجودة؟ يبقى إذا قيمتها بكام؟ يبقى أعوض عنها بقيمتها بكام؟ بواحد زائد. طبعا 1 أس 3 بواحد مفيش مشاكل فيه. عندي جي برايم عند الواحد موجودة، أيضا الجي برايم عند الواحد موجودة قيمتها، يبقى الجي برايم عند الواحد موجود قيمتها بكام؟ عندنا بأربعة زائد اتش برايم عند مين؟ جي واحد احنا لسه قايلينها بواحد مضروبة في جي برايم لسه قايلين عليها بكام؟ بأربعة. يبقى إذا الناتج كام؟ يبقى عندنا 7 زائد 4 اتش برايم عند مين؟ عند الواحد. ولكن نخلي بالنا هو عاطيني الجزء الثاني في السؤال، بيقول لي الداله اتش عباره عن كام؟ يبقى لازم اعمل ايه؟ انا عايز مشتقتها عند الواحد، يبقى هاجي على جنب كده واقول عندنا اتش في اكس يساوي عباره عن 2 اكس تربيع زائد 1، يبقى اذا اتش برايم للاكس تساوي كام؟ هتبقى 4 اكس. عوض عن الاكس بواحد يبقى حصل 4 ضرب 1 احصلها كام؟ 4، وبالتالي الناتج عندي 7 زائد 4 ضرب 4 16 زائد 7، يبقى الناتج عندنا 23، وبالتالي الإجابة الأخيرة هي الإجابة الصحيحة. هذا سؤال من الأسئلة الموجودة عندنا على هيئة أسئلة البونص. طب تعال نشوف سؤال آخر ونشوف نتعامل معه كيف. هنا بيقول لي y بدلالة اليو واليو بدلالة الإكس، عايز y برايم. y برايم عند الزيرو، عندنا الواي بيساوي يو زائد سيكنت 5 يو، وعندنا قيمة اليو نعوض على اليو هي عبارة عن اكس تكعيب زائد 7 اكس، هذه قيمة مين؟ يو زائد سيكنت 5 مضروبة في اكس تكعيب زائد مين؟ 7 اكس. هنا ممكن نبسط هذا المقدار احسن من كده، اقول له اكس اس 3 زائد 7 اكس، بعد كده زائد سيكنت اضرب هذا يبقى 5 اكس تكعيب زائد 5 وكام؟ 35 اكس. هذا بالنسبه مين؟ بالنسبه عملنا عمليه تعويض عشان نقدر نشتق الواي بالنسبه لمين؟ الواي بالنسبه للاكس. يبقى اذا هذه كده جهزنا السؤال، وبالتالي دي واي باي دي اكس خلاص، يعني حتى ممكن اكتبها بالحاسبه او اجيبها على طول عند قيمتها بكام؟ قيمتها بصفر. يبقى لو حبيت احل يدوي يبقى 3 اكس تربيع زائد 7 زائد مشتقه السيكنت عباره عن سيكنت 5 اكس تكعيب زائد 35 اكس مضروبة في تان 5 اكس تكعيب زائد 35 اكس، ثم هضرب مشتقة هذه الزاوية اللي هي 15 اكس تربيع زائد 35. طبعا دي احسبها عند مين؟ احسبها عند اكس تساوي مين؟ تساوي صفر. فلما احسب عندي اكس تساوي صفر، تعال نشوف هيحصل ايه. طبعا هذا الجزء بصفر زائد 7 معروف عندنا سيكن، عندنا تان صفر معروفة انها بصفر، فدي تان صفر معروفة انها بصفر، يبقى تلغي دي كله يبقى خليها لصفر. طبعا صفر في اي حاجة بكام؟ بصفر، وبالتالي النتيجة النهائية كام؟ 7، وبالتالي الحل الصحيح اللي هو 7. اما انت ممكن تستخدم الحاسبة، بمجرد ما خليت الواي بدلالة الاكس اقدر اقول شيفت وافتح التكامل عشان يعطيني رمز الاشتقاق، وهكتب الدالة كما هي زي ما انتم شايفين كده، انها اكس تكعيب اكس تكعيب
اكس تكعيب، بعد كده عندنا زائد 7 اكس. طبعا لازم نتحرك بالاسهم يا شباب عشان ما نكتبش كله في الاسس، يبقى زائد 7 اكس. بعد كده عندنا زائد سيكنت، احنا اتفقنا ان السيكنت مش موجود على الحاسب، فبعملها ايه؟ مقلوب السيكنت اللي هي 1 على مين؟ 1 على كوساين. ولكن خلي بالنا الكوساين مكتوب معاها زاوية كبيرة اللي هي 5 اكس تكعيب. بعد كده عندنا زائد 35 اكس، ولكن اوعى تنسى تقفل القوس. هتحرك يمين كده مرة تانية، هقول له عند الاكس يساوي كام؟ يساوي 0. اضغط علامة يساوي، احصل الناتج مباشرة بكام؟ ب7. يبقى طالما انت خليت الواي بدلالة الاكس، اقدر استخدم الحاسب مباشرة طالما المسألة عندي مالتيبل تشويس. هذه بالنسبة مين؟ بالنسبة لسؤال من اسئلة البونص كمان موجودة عندي. نيجي بقى من الاسئله الموجوده عندنا من الكتاب، ولكن ممكن تجينا على هيئه بونص ايضا، فخلي بالك. فبيقول لك بكتيريا بابيوليشن ستارت ات، يبقى خلي بالك هنا بدات بكام؟ بدات ب 350 اند تريبل. تريبل يعني تتضاعف 3 مرات، 3 مرات. يبقى هنا الاساس بتاع الداله الاسيه يبقى لازم يكون 3. افري كام؟ افري 3 دايز. يبقى هنا خلي بالنا هنا 3 دايز. هنا بيقول لي التي عدد الايام، انا عايز تتضاعف كل يوم بكام؟ كل يوم. طالما كل يوم، يبقى اذا في هذه الحاله لازم ابقى عارف ان انا هقسم التي على مين؟ على 3، لان عمليه التضاعف اللي هعطيهاني دلوقتي 3 تريبل، اللي هي تضاعف كل 3 ايام، انا عايز التضاعف فقط في كل ايه؟ في كل يوم. يبقى اذا المعادله اللي عندي اقول له في تي تساوي، اولا بنكتب مباشره هي بدات بكام؟ بدات ب 350. طب تريبل مثلا او دبل او ايا كان الكلمه الموجوده عندي، يبقى هنا مقدار التضاعف التريبل او الدبل او ايا كان عندنا حسب الكلام الموجود في السؤال. وبالتالي التريبل يعني مين؟ 3. اس كام؟ والله لو قال لي تريبل افري داي، وهنا التي بالايام، يبقى خلاص يبقى هكتب اس تي. ولكن طالما قال لي 3 دايز، وهو انا عندي الزمن اصلا بالايام، يبقى اذا هنا بتضاعف كل 3 ايام، لان عايز اتضاعف في يوم واحد، يبقى لازم اقسم الزمن اللي عندي على كام؟ على 3 بهذا الشكل. وبالتالي حصلت الفي تي يساوي كذا. فبيقول لي ايه؟ فايند بيرسنت ريت اوف تشينج. بس نخلي بالنا ممكن يطلب منك كمان الريلاتيف، ريلاتيف تشينج اوف ايه؟ او ان بوبيوليشن، الريلاتيف ريت اوف تشينج ان بوبيوليشن. يبقى اذا نخلي بالنا من الريلاتيف والبرسنتج. هنا البرسنتج معناها ايه؟ معناها ان انا اكتب كده ان انا المشتقه على الداله نفسها، لو انا كتبت هذه المقدار وجبت قيمته بس، يبقى اسمه ايه؟ ريلاتيف ريت اوف تشينج. اما لو ضربتها في 100% فاصبحت ايه؟ اصبحت برسنتج ريت اوف تشينج. يبقى اذا مشتقه الداله دي عباره عن كام؟ 350، ده مقدار ثابت. الداله الاسيه بنفس الداله الاسيه مضروبة في لن الأساس مضروبة في مشتقة الأس اللي هي كام؟ 1 على 3، على الدالة نفسها اللي هي 350 مضروبة في 3 أس تي أوفر 3. وبالتالي أقدر أكنسل كل الجزء ده، يقدر يتكنسل مع بعض، بس أنت هنضرب في كام؟ في ميتها. يبقى أصبح عندنا عبارة عن 1 على 3 لن الثلاث مضروبة في 100%. طبعا دي بالآلة الحاسبة بنقدر نجيبها، بس خلي بالك علامة البرسنت مش نكتبها على الآلة الحاسبة، بنكتب الباقي بس. يبقى أقول له كده عندنا لين الثلاث، نسكر القوس ونضغط على مفتاح الكسور ونقول له أنا عايز أقسم على كام؟ على 3. أقول له يساوي، هضرب في 100، أحصل النتيجة كام؟ 36.62%. يبقى 36.62% هي نسبة النسبة المئوية للتغير في معدل التغير في تعداد السكان لهذه البكتيريا. هذه بالنسبة مين؟ بالنسبة للمسائل. ممكن هو يعطيك المسألة كمان جاهزة، المعادلة جاهزة، فيكون أفضل. فأنت هتبقى عارف القاعدة، برسنتج يوت اوف تشين مشتقة الدالة على الدالة مضروب في مين. يبقى لما يطلب مني النسبة المئوية لمعدل التغير، يبقى معناها مشتقة الدالة على الدالة نفسها مضروب في مين. عايز ريليتيف ريت اوف تشين، يبقى هقسم مشتقة الدالة على الدالة نفسها بدون الضرب في مين. تعال نشوف سؤال ثاني من الأسئلة المهمة اللي نخلي بالنا في أسئلة البونص فيها، اللي هو السؤال قدامنا. فبيقول لي suppose the price of an object إيه؟ يبقى أنا عندي price of حاجة معينة، مثلا price أي كان شيء، فأنا عندي price هسميها مثلا حرف البي، يبقى كان عندنا كام؟ 14 دولار. يبقى إذا price 14 دولار and 12,000 units are sold، على هذا السعر اتباع من الكوانتيتي اللي عندنا أو الكمية اللي عندي، اتباعت 12,000 يونت. يبقى عندنا بعنا كام؟ 12,000 يونت. The company wants to increase. طب خلي بالنا من كلمة increase، يعني أنا عايز أعمل زيادة، أعمل زيادة. يبقى لازم نخلي بالنا الزيادة معناها موجب، النقصان معناها إيه؟ سالب. فنخلي بالنا من كده. The increase the quantity by 1000، عايزين نعمل increase،
للكوانت دي باي 1200 يونت بير يير. اول ما يقول لي حاجه زي كده بير يير زي كده، يبقى لازم اعرف مباشره ان انا عندي هنا معدل تغير زياده الكميه. يبقى اذا دي عباره عن مين؟ عباره عن كيو برايم، اللي هي عباره عن ايه؟ 1200 يونت بير ايه؟ بير يير. يبقى اذا نخلي بالنا من هذه الجزئيات. انت اقرا وترجم هتلاقي المساله سهله جدا. انت لو حولت الكلام اللي عندك انجلش الى رموز رياضيات هتلاقي المساله بتسهل. طيب هنا بيقول لك هو الانكريزنج، يبقى هو عايز يبيع يزود عدد الكميه المباعه، وفي نفس الوقت عايز يزود الريفينو، عايز يزود الربح، الربح بكامل او الايراد بتاعه. فالايراد مثلا كلمه ريفينو هنسميها حرف مين؟ الار. عايزين نزودها انكريز، يبقى لازم تبقى من موجب، يبقى انكريز بكام؟ عندنا 20000 دولار بير يير. يبقى خلي بالي، يبقى انا هنا طب ايه العلاقه ما بين الار والكيو والبي؟ عباره عن ايه؟ هنا بيقول لك ات وات ريت ذا برايس ويل هاف بي انكريز. يا ترى البرايس اللي عندنا باي معدل هنزيده عشان يتحقق هذه ايه؟ هذه الاهداف الخاصه بالشركه. عايز يزود عدد المبيعات، وفي نفس الوقت عايز يزود مين؟ الارباح بتاعته او الايرادات بتاعته. طب يبقى هعمل ايه؟ في علاقه ما بين الثلاث متغيرات اللي هم السعر والكميه والريفينو. يبقى اذا الايراد اللي هو الريفينو هو عبارة عن البرايس مضروب في مين؟ في الكوانتري. هنا عندي ار برايم والكلام ده، يبقى عايز اشتق. يبقى اذا عندي حاصل ضرب دالتين، يبقى اشتق حاصل ضرب دالتين. يبقى مشتقة الريفينو عبارة عن مشتقة البرايس مضروب في الكوانتري زائد البرايس مضروب في مشتقة مين؟ الكوانتري. عوض والمسألة خلصت. فزي ما انتم شايفين المسألة سهلة جدا. فانا عندي مثلا انا عايز مثلا هنا عايز يزود هنا دي طبعا ار برايم لانه عايز يزودها في السنة 20000. يبقى ار برايم عبارة عن كام؟ عبارة عن 20000 دولار يساوي بي برايم انا محتاجها، يبقى هكتب بي برايم مضروبة في الكمية اللي هي كام؟ اللي هي 12000 يونت، زائد البرايس كان عندنا كام؟ 14. في معدل التغير بتاع الكمية انا عايزه يوصل كام؟ ازوده ب 1200. ابدأ احسب الحسابات دي بالآلة الحاسبة، ممكن مرة واحدة بالآلة الحاسبة اقدر احسبها مرة واحدة بدون اي تكاليف مني ولا شيء. كل اللي بعمله اقول له كده مثلا عندنا 20000 الفا كالك عشان اكتب يساوي، والبي طبعا البي برايم هنكتبها اكس مضروبه في 12000، بعد كده عندنا زائد ال 14 مضروبه في 1000 وكام؟ و200. نخلي بالنا من الاصفار، هضغط على شيفت كالك يساوي، احصل النتيجه كام عندنا؟ هي 0.266. يبقى لازم برضه نتاكد من الارقام اللي عندنا. عندنا 12000 يبقى صح كده، وعندنا ال 1200 وعندنا ال 20000. يبقى احنا عندنا هنا 20000 و 12000، ويبقى كده عندنا 14 مضروبه في كام؟ يبقى 20000 يساوي اكس ضرب 12000، هنا 14 مضروبه في كام؟ في 1200. وبالتالي اضغط على شيفت كالك يساوي، احصل النتيجه كام؟ النتيجه اللي عندنا بهذا الشكل. يبقى مره ثانيه عشان نتاكد منها ونخلي بالنا عشان ما يبقاش فيها اي مشاكل عندنا في الحسابات. وبالتالي هقول له 20000، اضغط الفا كالك عشان نكتب يساوي، عندنا 12000 هذا اكتب جنبها اكس مثلا زائد 14 مضروبه في 1000 وكام؟ 1200. هضغط شيفت كالك يساوي، احصل 2666. يبقى اذا البي برايم عباره عن 0.266، طبعا دي عباره عن دولار بير ايه؟ بير ايه. يبقى لازم يزود، لازم يزيد بالنسبه للسعر عباره عن تقريبا ربع دولار، عباره عن تقريبا ربع دولار. يبقى اذا فهذه بالنسبه للمساله دي، فممكن يجيبها لنا هو في الامتحان في المطب السويس، يقول لي تقريبا 26.6 مثلا سنت، او اذا كان جاب لي العمله بالدرهم الاماراتي فهو هيقول لك مثلا ايه فلس مثلا، عشان يخليك تتلخبط وتقول الاجابه بتاعتي مش موجود. فهذا بالنسبه مين لطريقه التعامل مع هذا السؤال. يبقى زي ما انت شايف السؤال بسيط جدا، ولكن نخلي بالنا من طريقه التعامل معه. نيجي لسؤال اخر من الاسئله الموجوده عندنا اللي هو الدريفيتيف، بيقول لي اوجد مشتق. طبعا في ناس كثيره بتبقى اول ما بتشوف هذه الداله على طول مباشره يقول انا عندي بسط مقام بستخدم مين؟ الكوشنت رول. لا، نخلي بالنا هنا المقام مقدار ثابت، ما في داعي ان انا استخدم كوشنت رول. ليه استخدم كوشنت رول؟ فانا دي عباره عن مين اساسا؟ دي عباره عن هنا المعامل بواحد، يبقى دي معناها اساسا 1/5 مضروبه في اكس تربيع زائد 1/4. يبقى ما علي ان انا استخدم غير الكوشنت رول، فقط هستخدم قاعدة السلسلة. وبالتالي اف برايم اكس تساوي هيبقى 1/5، انزل الاربعة قدام
أنقص من الأس واحد ثم هضرب في مشتقة الدالة الداخلية. يبقى المسألة خلصت. يبقى هعمل إيه دلوقتي؟ هضرب 2x هضربها في الأربعة هضربها في الواحد، يبقى أحصل إيه؟ أحصل 8x على مين؟ على 5 مضروبة في x تربيع زائد 1 أس مين؟ أس 3. يعني نقدر نكتبها بطريقة تانية، أقول 8 على 5 والإكس نخليها عادية خالص بعيدة عن الكسر، يبقى إكس تربيع زائد 1 أس مين؟ أس 3، وكده يبقى إحنا حصلنا المشتقة. فخلي بالي ما تخدعنيش شكل المسألة، شكل المسألة بسط مقام، ولكن المقام هنا مقدار ثابت، فما ينفعش أستخدم فعل تشين رول هتعب نفسي على الفاضي. فنخلي بالنا من هذه الطريقة. فهذه المسألة بتاعتنا مثلا هي 8 على 5 في إكس، إكس تربيع ناقصها، يبقى إذا الإجابة لها عبارة عن الإجابة رقم سي، وتبقى المسألة كده خلصت. فيا ريت تخلي بالكم وتركزوا من حيث، لان احنا ممكن نضيع وقت الامتحان على الفاضي معانا لما استخدم في مساله زي كده، استخدم معاها التشين رول مثلا. فيا ريت تخلي بالكم من هذه الجزئيات. تعالى بقى نشوف سؤال اخر من الاسئله الموجوده عندنا ونخلي بالنا منها السنه دي. هذا السؤال من الاسئله اللي هي بتكرر كثير في الامتحانات، ولكن السنوات الماضيه كان بيجيب رسمه ويقول لي يا ترى الرسمه اللي اي رسمه من الرسومات اللي عندك دي هي عباره عن مشتقه الداله مثلا، او يعطيك مشتقه الداله ويقول لك هات لي الرسمه اللي تعبر عن الداله نفسها. وده شرحناها احنا الحصه الماضيه او في الجزء الاول من مراجعتنا المراجعه بتاعتنا، وكمان شرحناها في الدروس لما خد الناس اللي متابعه معانا على اليوتيوب. اما هنا سؤال من نوع جديد شويه، ان انا جبت لك 3 دوال وبقول لك يا ترى مين فيهم هي الداله الاصليه، مين فيهم الداله المشتقه الاولى، ومين فيهم تعتبر الداله او المشتقه الثانيه. فتعال نشوف مع بعض نعرفهم ازاي. تعال نبدا من على اليسار. لو انا هسال نفسي كده اقول لو انا اعتبرت ان هذه الداله رقم ايه هي عباره عن الداله الاصليه، طب ما تيجي نرسم المشتقه زي ما اتعلمنا. قلنا لو انا عندي الداله الاصليه فاي قيمه عظمى او قيمه صغرى اعملها من نقاط على محور اكس. طب الجزء اللي اليسار ده الداله التزايديه، طالما الداله التزايديه يبقى اذا المنحنى اللي عندي خاص بالمشتقه يبقى هنا اعلى محور اكس. الجزء ما بين النقطة الأولى والنقطة الثانية الجزء الدالة تناقصي، يبقى إذا الدالة تنزل تحت وتطلع مرة تانية فوق بهذا الشكل. وبعد كده الدالة التزايدية، يبقى باقي الرسم اللي عندنا كام؟ يبقى باقي الرسم عندنا هيبقى بهذا المنظر كده. طب أعطتني مين هنا؟ الرسمة دي نفسها رسمة رقم سي بالظبط. يعني أنا لو قلت إن الـ A هي الـ F يبقى إذا الـ C هي F برايم. كده وصلنا للجزئية برضه. طب تعال نشوف لو انا رسمت من الاف برايم، رسمت المشتقه الخاصه بالاف برايم تعطيني دبل البرايم تعطيني حرف البي اللي هي الاجابه رقم بي. تعال نشوف. فمثلا هنا لو انا عندي اعتبرت ان دي داله جديده، سيبك من الاف برايم دلوقتي، اعتبرها داله جديده عايز ارسم لها المشتقه الخاصه بيها. فاذا انا عندي قيمه صغرى هنا فبتنزل نقطه على محور اكس. طب نخلي بالنا هنا كمان ان انا عندي هنا لو انا رسمت نقطه اكس يبقى اذا في هذه الحاله اعمل ايه؟ الداله هنا تناقصيه، طالما تناقصية يبقى الرسمة ماشية كده جاية من أسفل لما أسفل محور واي. يبقى إذا طالما الدالة تناقصية يبقى المشتقة بتاعتها مرسومة أسفل محور إكس، وبالتالي الجزء الثاني هيبقى عندنا من أول هنا دالة تزايدية، يبقى إذا الرسمة هيبقى فين؟ بهذا الشكل. طيب بهذا الشكل، ولكن عندي هنا يعني ممكن تؤدي إلى انحدار تاني، يبقى إذا الأقرب لمين؟ أقرب للبي. يبقى طالما عندي البي هي مشتقة السي يبقى إذا هي دي عبارة عن المشتقة مين؟ المشتقة الثانية. وبالتالي الاي هي الدالة الأصلية، الدالة الأصلية أو هو مسميها هنا مين؟ مسميها جي. يبقى احنا ممكن نقول عليها إن دي عبارة عن جي برايم والتانية جي والتانية ايه؟ يبقى هذه النقطة عبارة عن جي، وهذه عبارة عن جي دبل برايم، وهذه عبارة عن مين؟ الجي. تعال نشوف الاختيار الصح مين. أنا عندي المفروض الجي هي الاي، فعندنا الاي بعد كده السي بعد كده البي، يبقى اذا الاجابه السي اللي هي مين؟ الاجابه الصحيحه، حيث الاي تعبر عن الداله الاصليه، السي تعبر عن مشتقه الداله، والبي تعبر عن الداله او المشتقه الثانيه للداله. فزي ما انت شفت كده انا همشي كانهم ثلاث رسومات، فانا هشتق مثلا شوف فهشوف اكبر واحده فيهم مين؟ فين اللي فيها اكبر انحناءات؟ فين اكبر فيها اللي هي ندور على التيرنز اللي هي التحويلات بتاعتنا. انا عندي هنا في مثلا ايه اللي خلاني بدات بالايه؟ فيها تو تيرنز اللي هي عبارة عن قيمة عظمى وقيمة صغرى، فبدأت أشتغل بها، وبعد كده بشوف الباقي أقعد أضبط الأمور مع نفسي لغاية ما أعرف الإجابة الصح فين. فنخلي بالنا من هذه المسألة وطريقة التعامل معها. نشوف السؤال اللي بعد كده، هنا جايب لي مسألة بيقول لي أنا عايز اف اف اكس يساوي كذا، عايز المشتقة الأولى. طب هي عادي احنا عندنا قواعد المشتقات كثير، ولكن خلي بالنا هنا الدالة اف اف اكس مكونة من كم جزء؟
مكونة من الجذر التربيعي تعتبر دالة، ومعها مين تاني كمان تاني؟ معها التان اكس، معناها ايه التان اكس. طيب كيف اتعامل مع هذه المسألة؟ طالما عندي دالتين يبقى هستخدم حاصل ضرب دالتين، وبالتالي لما اوجد اف برايم اكس يبقى عبارة عن مين؟ مشتقة الدالة الاولى طبعا دي جذر، يبقى اتنين الجذر مضروب في مشتقة داخل الجذر مضروب في المشتق في الدالة الثانية اللي هي تان اكس زائد الجذر نفسه او الدالة الاولى نفسها مضروب في مشتق الثاني، مشتق الثاني اللي عبارة عن سيكنت تربيع مين اكس. انا كده اعتبر المسألة خلصت. ولكن هو عامل ايه؟ هنا لامم كل المقام عامل مقام واحد، يبقى اذا عملت عملية توحيد مقامات يبقى هنا دي مقامها كام؟ واحد. اوحد المقامات كيف؟ بكل بساطة قلنا نضرب الاثنين مع بعض. يبقى اذا عشان تبقى واضحة الامور برضو شوية ممكن نكتبها بهذا الشكل، انا عندي واحد على واحد على جذر اثنين جذر اكس زائد واحد في تان، يبقى اقدر اكتبها كده، اقول دي عبارة عن تان اكس على اثنين جذر اكس زائد مين واحد، هنا اقوله زائد اللي هنا عبارة عن مين؟ عبارة عن الجذر اكس زائد واحد مضروبة في سيكنت تربيع اكس على مين؟ على واحد. يبقى اذا عشان اقدر اخلي المقامات متشابهة فهضرب هذا المقدار، هضربه هنا في جذر اكس زائد واحد وهضرب هنا في اكس زائد مين واحد، او زي ما قلنا قبل كده ان انا اضرب المقامين في بعض واعمل عملية الضرب التبادلي، وبالتالي النتيجة النهائية تبقى كام؟ طبعا المقامات اللي اصبحت متشابهه طبعا هضرب في سوري في 2 وهنا في 2 عشان تبقى المقامات متشابهه، يبقى 2 الجذر التربيع اكس زائد مين 1. طبعا البسط الاول ما فيهوش مشاكل لان ما ضربتش في اي شيء معاه، اما بالنسبه للثاني لما اضرب الجذر مع الجذر يضيع الجذر مع بعض، يبقى يظل عندنا اكس زائد 1 مضروب في 2، يبقى 2 في اكس زائد 1 مضروبه في مين كمان؟ اوعى تنسى انها سيكنت تربيع مين اكس. ابحث عن هذه الجزئيه، اولا هنا الرقم دي فيها سالب دي ما تنفعش، هنا فيها موجب والتان سالبه، هل التان عندي سالبه؟ لا، يبقى اذا الاجابه الصح اليمين الاجابه رقم بي، عندنا تان اكس زائد 2 في اكس زائد 1 سكند تربيع على 2 الجذر التربيع اكس زائد 1. فزي ما انت شايف انت لو مشيت في المساله خطواتك صح ورتبت امورك رتبت الخطوات في دماغك وبدات تحل فالمساله هتبقى بسيطه جدا. طبعا انا سامع واحد بيقول لي ممكن احلها بالاله الحاسبه، زي ما قلت لك من شويه انت ممكن تتاكد عادي بالاله الحاسبه وتحل بالاله الحاسبه. فاذا نخلي بالنا من هذه الجزئيات، فيا ريت تخلوا بالك. هنا اقدر اعوض عادي اجيب المشتقه عند اكس تساوي مثلا واحد. طيب اروح اعوض هنا بقى في كل واحده من دول اعوض عن اكس بواحد. شايف انت الضخامه بتاعت الشكل، انت عبال ما تكتبها وتكتب تعوض الاكس بواحد ودي بواحد وكذا ممكن تكون انت خلصتها اشتقاق لو اشتقتها بالطريقه العاديه فمش، ولكن اللي ما يقدر يحلها وخايف لحسن تضيع منه السؤال ممكن يستخدم الاله الحاسبه ويحل به. نجي للمساله الثانيه ايضا نفس الكلام، انا عندي هنا بسط مقام، فعلا هنا ما ينفعش بقى اعملها زي المره اللي فاتت اللي كانت عندنا المقام خمسه، هنا اجباري عليا ان انا استخدم فيها الكوشنت رول. فاذا المشتقه عباره عن مين؟ مشتقه باستخدام كوشنت رول قلنا عباره عن مربع المقام اللي هو جذر اكس زائد واحد تربيع، ثم مشتقة البسط مضروب في المقام، ونخلي بالنا من كل كلمة احنا بنقولها ونكتبها، ناقص البسط مضروب في مشتقة المقام. مشتقة الجذر خلي بالك ان واحد على اتنين الجذر، مشتقة واحد بصفر. يبقى اذا النتيجة بتساوي كام؟ نفك الاقواس يبقى عندك ستة جذر اكس زائد مين زائد ستة، ولكن لما اضرب الاثنين دوت مع بعض 6 ضرب 1 على 2 احصلها كام؟ 3. ولكن عندك اكس هضربها في 1 على جذر اكس، يعني اقدر اقول دي اكس مضروبه فيها في اكس اس سالب نص، لان اكس جذر اكس معناها اكس اس موجب نص، اخليها في البسط باكس سالب نص، فعمليه الضرب بجمع الاسس يبقى عندنا اكس 1 زائد سالب نص يدينا مين؟ نص. طب جذر اكس اس نص اللي هي مين؟ اللي هي جذر اكس على المقام اللي هو كما هو بدون اي تعديل ولا تغيير. يبقى النتيجة كام؟ أنا عندي هنا 6 زي ما أنت شايف كده 6 جذر إكس، وعندنا سالب 3 جذر إكس بقدر أجمعهم مع بعض عادي، يبقى أحصل عندنا 3 جذر إكس زائد مين عندنا؟ زائد 6 على جذر الإكس زائد 1 أس كام؟ أس 2. تعال نشوف هل الناتج دي موجود ولا لأ؟ فأنا عايز 3 جذر إكس 3 جذر إكس زائد 6 على، يبقى إذا الإجابة الصح اليمين اللي هي السي. هذا بالنسبة مين؟ بالنسبة لهذه النوعية من الأسئلة، ولكن محتاجة أيضا تركيز. فالكوشنت رول ما فيش فيها سؤال في الأسئلة العشرين سؤال الأساسيين، فممكن تجي لنا مسألة على الكوشنت رول في مين؟ في البونص، ودي على فكرة مش صعبة، أنا لو تدربت عليها صح هلاقي المسألة بسيطة ما فيهاش أي مشاكل إن شاء الله. نيجي للسؤال
الموجود عندنا كمان بيقول لي concentration of certain chemical after T second of autocatalytic reaction is given by كذا. يبقى أنا عندي التركيز بتاع التفاعل الكيميائي اللي عندي ده مثلا عبارة عن مين؟ بيعطهولك بهذه القاعدة أو هذه الدالة التركيز. ولكن بيقول لي هنا من خلال هذه المعلومات زي يا ترى ال concentration of the chemical never exceed what؟ يا ترى مهما يعني تزود في تركيز هذا التفاعل الكيميائي مثلا أو هذه المادة الكيميائية مثلا، يا ترى هي مش هتخطي كام؟ لن تتخطى أو لن تتعدى كام؟ آخرها عند عدد وهتقف عنده. مش معقول التركيز كل ما أزيد أنا أزود يزيد إلى ما لا نهاية، لا، فأكيد لها رقم معين وهتقف عنده. فهو ما يسألني هنا عن الـ concentration of the chemical never exceeds أو لا يتخطى كذا، يبقى معناها مباشرة find the limit when x approaches to infinity for this function. يعني لازم نوجد النهاية لهذه الدالة عند مين؟ عندما تقترب التي من النهاية. يبقى عندنا 3E أس سالب 8T زائد مين؟ 1. الكلام ده طبعا معروف واضح زي الشمس، إن أنا عندي الدالة في المقام E أس سالب، E أس سالب يبقى ماشي بهذا الشكل. هذه الدالة E أس سالب مثلا سالب T أو أي حاجة، المهم أس سالب ليه. يبقى إذا عندما تقترب الإكس من ناحية تقترب الإكس من النهاية ألاقي الدالة تقترب من مين؟ من الصفر. يبقى إذا دي عبارة عن 9 على 3 مضروبة في 0 زائد 1، يعني الناتج كام؟ الناتج يساوي 9. وبالتالي التركيز لهذا التفاعل الكيميائي أو التركيز الكيميائي لهذا المحلول عبارة عن لن يتخطى مقداره كام؟ 9. فلما يقول لي هنا never exceed what معناها find the limit when x approaches أو when t approaches to infinity، فنخلي بالنا من هذا السؤال. السؤال طبعا قبل الأخير عندنا النهاردة ويكون خلصنا المراجعات بتاعتنا، بيقول لي the value in درهم. يبقى أنا عندي قيمة بالدرهم of an investment as a function of the time years is given by، يبقى هو عاطيني هنا الدالة الموجودة عندي زي ما قلنا من شوي، find the instantaneous percentage rate of change اللي احنا قلنا عليها من شوية. ممكن يعطيك الدالة جاهزة وممكن يعطيها لك بالطريقة اللي قلنا عليها من شوية دبل او تريبل والكلام ده، وانت تكتب الدالة من عندك. فاذا المسألة موجودة عندك، يبقى انا عايز الانستنتينيوس ريت اوف تشينج يبقى عبارة عن مين؟ ال V برايم T اقسمها على ال V T هضرب في 100%. يبقى اذا يساوي، طب مشتقة الدالة احنا قلنا هذا المقدار مقدار ثابت ما لناش دخل بيه، الدالة الاسية بنفس الدالة الاسية مضروبة في ln الأساس مضروبة في مشتقة الأس على الدالة الأصلية. يبقى إذا ما فيش أي تغيير فيها بهذا الشكل، أقدر من هنا أكنسل الاثنين دول مع بعض، يبقى أحصل النتيجة كام؟ طبعا لسه هضرب في 100%. يبقى إذا عبارة عن 1/5 ln الاثنين مضروبة في 100%، أحصل النتيجة اللي هو طالبها مني في السؤال. يبقى كل اللي بعمله نعمل نشوف مع بعض، أقول له كده عندنا 1/5 مضروبة في لن كام؟ لن الاثنين يساوي هضربها كمان في 100، أحصل النتيجة كام؟ 13.86. وبالتالي دي هتبقى 13.86 بيرسنت، وكده خلصت. يبقى هو ده اللي اسمه الانستنتينيوس بيرسنتج ريت اوف تشينج، احنا طريقتها سهلة وبسيطة. يبقى إذا أعطاك هو الدالة ذات نفسها يبقى أهلا وسهلا بيه وأريحك من موضوع الدالة وبقي السهل عليه. أما إذا ما كانش عاطيك الدالة ارجع للفيديوهات اللي قبل كده، إحنا شارحين كذا مثلا على هذا النمط وإزاي نوجد الدالة الخاصة به. نيجي بقى لمين؟ لآخر سؤالين موجودين عندنا النهاردة اللي هم السؤالين الموجودين قدام. فبيقول لي إذا كانت f of x يساوي الدالة الضخمة الكبيرة دي، بيقول لي find مين؟ عايزين نوجد find، بيقول لي find f برايم x. طيب تعالى بقى نشوف نويد ازاي الاف برايم اكس. هنا نخلي بالنا من المتطابقات المثلثيه يا شباب، انا عندي الساين وسيكن، طب ما عندي اخلي بالك كمان هنا ان انا عندي نفس الزاويه، طالما نفس الزاويه يبقى اقدر استخدم ايه المتطابقات المثلثيه. طب انا عندي ساين عباره عن مين؟ طبعا هنا ساين 2 اكس. السيكنت دي عباره عن مين؟ عباره عن مقلوب الكوساين زائد الجذر التربيعي. طبعا السيكنت مقلوبها كوسيكنت، واحنا في خاصيه مهمه، سيبك من خاصيه لو انت مش حافظها. يبقى عندنا هنا مثلا ساين 3 اكس مضروبه في الكوسين، كانت مقلوبها مين؟ مقلوبه السيك الساين، ولكن نخلي بالنا هنا زائد مين في الاخر؟ زائد ساين مين؟ ساين باي. هنا تلاحظ ان انا عندي هنا ساين 3 اكس وهنا ساين 3 اكس يضيعوا مع بعض. يبقى اذا الجزء ده كله عباره عن جذر واحد، يبقى جذر واحد بكام؟ بواحد. زائد ساين باي ما فيش مشكله فيها. طب انا عندي ساين على، يبقى اذا اقدر اضربها مع بعض يديني ساين 2 اكس على
كوساين 2 اكس. طب ما احنا عارفين ان ساين على كوساين اليمين اللي هي عباره عن تان 2 اكس، يبقى انا كده اختصرت المساله الى هذه الدرجه عشان اقدر احلها بكل سهوله بهذا الشكل. يبقى انا عندي هنا بالنسبه لمين؟ هذه بالنسبه لمين؟ للداله الاصليه عملنا لها اختصار وتبسيط. تعال نبدا نشتق بقى. يبقى اف برايم اكس تساوي مشتقه التان هي عباره عن سيكنت تربيع 2 اكس، فمشتقة الزاوية اللي كام؟ 2. لكن خلي بالك مشتقة الواحد بصفر، ما تروحش هنا تقول مشتقة الساين بكوساين، خلي بالك ان انا عندي هنا باي وده ما فيش فاريبل عندنا. يبقى اذا هذا المقدار اساسا هو عبارة عن مين؟ هو عبارة عن كونستان. يبقى ده المقدار ده عبارة عن ايه؟ كونستان، زيه زي مين؟ الواحد، يبقى قيمتها بصفر. طبعا الاصفار دي ما لهاش لازمة خالص عندي في الحل، وبالتالي هنعملها ازاي؟ هقول له دي عبارة عن المشتقة اللي عندنا هي عبارة عن، يبقى المشتقة اف برايم هي عبارة عن مين؟ هي عبارة عن 2 سيكنت تربيع اكس. شفت المسألة ضخمة ازاي؟ استخدمنا معها المتطابقات المثلثية، اصبحت المسألة بسيطة وسهلة. اما بالنسبة للمسألة السؤال الاخير موجود عندنا النهاردة وموجود في الهيكل بتاعنا في مراجعتنا، هو عبارة عن مين؟ هو عبارة عن السؤال التالي. فبيقول لي find all values of x for which tangent line. يبقى انا عايز اوجد كل قيم x التي يكون عندها المماس للمنحنى الاول والمنحنى الثاني، مالهم are parallel يعني متوازيين. طب متى يكون في توازي؟ شرط التوازي لازم اكون عارفه. يبقى هنا لما يقول لي كلمه parallel معناها ميل المماس الاول مضروب ميل المماس الاول يساوي ميل المماس الثاني. يبقى ميل المماس الاول هو نفسه ميل المماس الثاني. طب ميل المماس عباره عن ايه؟ عباره عن مشتقه الداله. يبقى انا هجيب مثلا واي، هسميها واي واحد مثلا برايم لانها الداله الاولى مثلا، وبالتالي اقول له كده 3 اكس تربيع زائد 2. مشتقه الداله الثانيه مثلا هقول عليها عباره عن 4 اكس تكعيب زائد 3 اكس ايه؟ اكس تربيع. انا عايز الميل الاول يساوي الميل الثاني، يبقى اساوي المشتقتين ببعض، وبالتالي هيبقى عندنا 4 اكس تكعيب زائد 3 اكس تربيع يساوي 3 اكس تربيع زائد 100 زائد 2. تلاحظ ان انا عندي هنا 3 اكس تربيع و3 اكس تربيع، طالما هما الاثنين بالموجب او هما الاثنين بالسالب، واحد يمين وواحد يسار، اقدر اكنسلهم مع بعض. يظل معنا مين؟ يظل 4 اكس تكعيب تساوي 2 قسم على 4، وبالتالي اكس تكعيب تساوي 2 على 4 يعني تساوي كنص. انا عايز اكس، يبقى هاخد الجذر التكعيبي، يبقى الجذر التكعيبي ده 1 على 2، يبقى اذا الكلام ده بيساوي 1 على الجذر التكعيبي الميل الاثنين. هي دي قيم اكس التي يكون عندها المماس للمنحنى الاول يوازي المماس للمنحنى الثاني. وبكده يكون وصلنا الى نهاية مراجعتنا لهيكل الصف الثاني عشر المتقدم، وحاولنا نغطي كل الأجزاء اللي هو طالبها مننا، وحاولنا برضو نعطيكم فكرة عن أسئلة البونص اللي ممكن تجينا في الامتحان. فنرجو لكم التوفيق إن شاء الله والنجاح بإذن الله والحصول على علامة كاملة إن شاء الله، ونرجو لكم التوفيق بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.